عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Ladies and gentlemen, good afternoon. This lecture will be conducted in Arabic. Please put on your headsets and lower the voice a little bit that other people will not be distracted by the loud voice. Yeah. The channel 2, I think. 2? You can try. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. واليوم محاضرة مميزة من أخونا وصديقنا حسين القلاف. وحابين أنه إحنا نشكركم على الحضور ونقولكم بعض الأشياء البسيطة. المحاضرة اليوم إن شاء الله حتكون لايف على قناتنا في يوتيوب. لو بتحبوا أنه أنتوا تبعتوها لأصدقائكم اللي ما قدروا أنهم يجوا على المحاضرة اليوم بيكون كويس. وبإمكانكم كمان تحضروها بعد هيك لأنه بتكون موجودة دائما على قناة هيبا لليوتيوب. إشي كمان مهم، إحنا حيكون عنا بريك 15 دقيقة تقريبا الساعة 7 للي بيحب يصلي في براير روم بعد الريسبشن على طول، أو للي بيحب يصلي كمان جماعة في براير روم تحت في الجراوند فلور. بعد ما نخلص إن شاء الله حيكون في شهادات. بليز لو سمحتوا تذكروا أرقامكم أو الكود اللي أنتوا أخذتوه لما سجلتوا عشان تسهلوا على الموظفين هنا أنه أنتوا تاخدوا شهادة بشكل سريع. بتمنى لكم محاضرة ممتعة للجميع. شكرا. شكرا لك أستاذ علي، مساكم الله بالخير. إن شاء الله تكون محاضرة يعني لطيفة لكم وستمتعون فيها. أنا أخوكم حسين القلاف، مصور تحت الماي. أنا طبعاً قواصة أكيد. منو فيكم يغوص هني اليوم؟ كم غواص؟ ما شاء الله، ممتاز ممتاز. منو فيكم يصور تحت الماي؟ ما شاء الله، زين زين. يعني اليوم يعني في إن شاء الله في تجاوب كبير عيل اليوم. طبعاً أنا راح أتكلم اليوم عن يعني تجربتي البسيطة. أنا بلشت غوص 91، اي 91 بعد الغزو مباشرة. كان عندنا مشاكل كثيرة في البيئة، وانا من اسرة مرتبطة بالبحر ارتباط مباشر، فدخلت مع فريق قوس وبلشنا ننظف البحر وهذا، ولقيت متعتي في الغطس، فبلشت اني اغوص. ومن 91 الى اليوم دائما اقول الكلمة هذه: إذا نزلت من غير هاوزنج أو من غير كاميرا كأني أوبن ووتر دايفرز، لأن البوينسي يصير يعني ما أحب أغوص من غير كاميرا، فخلاص تعودت أن كاميرتي تكون بالمقدمة واستمتع بالغوصة بعد انتهاء الغوصة بالصور، فدائما أنا أكون بالشكل هذا. اليوم بما أن عندنا المجموعة يمكن ما يغوصون ويبون يأخذون فكرة عن الغوص وعن التصوير تحت الماي، راح أعطيهم نبذة بسيطة عن تجربتي في مجال الغوص والتصوير بنفس الوقت. طبعاً التاريخ التصوير في السابق خاصة الأندر ووتر كان جداً صعب. اللي سبقونا في المجال هذا لاقوا صعوبة، وكذلك إحنا لقينا صعوبة خاصة من 91 وقبل. كانت الكاميرات كلها فيلم، فكانت معاناة. فهذه بعض الصور اللي قلت أوريكم إياها كنوع من أنواع الهاوزنج. طبعاً تطور وايد. هذا هاوزنج، تخيلوا هذه كاميرا سينمائية، كان المصور يحرك عشان يحرك الفيلم لازم يكون في اللي هو هذه هني اليد هذه عشان يلف الفيلم وتبدي الكاميرا تصور. كذلك معدات الغوص كانت صعبة جداً، الإمداد من السطح. هذا الهوز هو اللي يغذي الغواص بالأكسجين. شوفوا الهلمت اللي لابسها. كذلك الكاميرا جدا كانت البدائية، شيء يحرك الفيلم وشيء يصور فقط. ولكن مع التكنولوجيا اليوم، أنا بما أني يعني من ضمن اللي هو أسرة نيكون، فأنا دائما أقول ليش نيكون؟ ليش أنا استمريت السنين هذه كلها من بلشت إلى اليوم قاعد أستخدم نيكون؟ منو يستخدم نيكون هني؟ من يستخدم كانون؟ ممتاز. طبعا الكاميرات كلها واحدة، وظيفتها واحدة.
بالنهاية الأساس هو المصور، ولكن بعض الأحيان الشركة المصنعة تعطيك امتياز. نيكون بلشت من تقريباً من 1950 في تصنيع أول هاوزنج لها، فعندها مجموعة من الكاميرات الخاصة للتصوير تحت الماء، ما عملت هاوزنج، كانت تعمل كاميرات للتصوير تحت الماء فيلم، فعندها كان عندها التكنولوجيا لغاية ما وصلت إلى الRS. الRS هذه آخر كاميرا أصدرتها نايكون، هي فيلم والأوتو فوكس، وكان في درايف للفيلم مش مانيول، فكانت هذه قفزة عملاقة في تاريخ نيكون لإصدار كاميرا مثل هذه، لها قدرة في الفوكس، العدسات، الأمور كثيرة. بالسابق الكاميرات هذه كلها مانيول، بالإضافة إلى كان الفوكس هو عبارة عن مسافة وليس يعني كنت تحدد هني المسافة اللي بينك وبين السبجكت عشان تصور، إذا كانت المسافة أقرب أو أبعد أوتو فوكس، ولكن كانت يعني تقوم بالغرض أكثر. فبالإضافة أنها عندها خط إنتاج كبير في مجال الكاميرات، اليوم نيكون مسيطرة على كثير من الأمور، منها اللي هو بعد الإنتاج هذا وقفت الخط الأفلام، دشت على الديجيتال وأندر ووتر ولكن بالكومباك. ليش كومباك؟ لأنها ذكاء منها، قالت أنا البروفيشنال ما راح أقدر أغطي كل احتياجاته، ولكن الناس الهواة العاديين هم الأكثر مبيعاً لهم، فأنا أعمل لهم كاميرات صغيرة للرحلات ياخذها بكل مكان وياه لغاية 40 متر تنزل تحت الماء، وكذلك سلط الضوء على حتى الأطفال مهتمين حتى في النش إنهم يعلمونهم في النشاط التصوير والتحت الماء والنشاطات المائية والرياضية. الأكشن كاميرا كذلك ما نسوها، حطوها من ضمن خط الإنتاج، هذه 10 أمتار بدون هاوزنج و40 متر مع الهاوزنج اللي هو هذا. أنا عضو في كورس دايركتر في منظمة ناوي. منظمة ناوي هي مسؤولة عن رواد الفضاء في حوض السباحة الخاص في رواد الفضاء ناسا، في تدريبهم على البوينسي وتركيب المعدات الفضائية، فيدربونهم بحوض السباحة. الحلو أن التصوير اللي يتم كله عن طريق كاميرات نيكون، كذلك بالفضاء الكاميرات اللي يستخدمونها نيكون. وهذه معلومات أكيدة 100%. فالحين ننتقل إلى اللي ما يعرف يغوص أو اللي ما جرب الغوص، واليوم جاي المحاضرة وأنا أشكره لوجوده بالمحاضرة الخاصة فيني اليوم. إذا أنت ما تغوص وتبي تاخذ اللي هو step by step أو خطوة بخطوة لأنك تكون غواص إلى أن توصل إلى مصور تحت الماء، أول شيء لازم تاخذ دورة المستوى الأول في الغوص اللي هو open water diver. الأوبن ووتر دايفرز اللي هو الغواص المبتدئ راح تاخذ من خلال الدورة اللي هو الطريقة الآمنة للغوص. كثير من الناس بالسابق كانت تاخذ معدات الغطس، تاخذها من زميل لها وتروح تغوص وتعرض نفسها للخطر، وهذا شيء ما أنصح فيه. الغوص هو علم ورياضة، ففي أمور خطرة لازم تتبعها من خلال دورة خاصة في الغوص. لازم تعرف من خلال الدورة المعدات الخاصة بالغطس، كذلك معرفة المخاطر وكيف تجنبها، هذه كل المعلومات هذه راح تأخذها من خلال دورة اللي هو الغواص المبتدئ في مجال الغوص. كذلك معرفة الطرق، طرق التوازن تحت الماء، شلون راح تبدي تسبح، شلون راح تبدي تكون متوازن تحت الماء، هذه كلها المعلومات راح تأخذها من خلال دورة الغوص. مدة الدورة 7 أيام، هذه اللي هو الدورة المبتدئ في مجال الغوص. إذا حاب تطور نفسك أكثر، لأن الدورة هذه راح توصل لغاية 18 متر كماكسيموم دبث اللي هو أقصى عمق تقدر توصل له تحت الماء. إذا حاب أنك تطور من مهاراتك وتنزل أكثر من 18 متر راح تاخذ دورة الأدفانس اللي هو الغواص المتقدم، راح تتمكن أكثر من خلال الدورة هذه بالغوص، راح
تكون اللي هو القطع للاعماق اكثر، اللي هو توصل لاقصى عمق اللي تقدر تغوصه كغواص هاوي اللي هو 40 متر. معرفة الملاحة تحت الماء اللي هو عن طريق البوصلة، والملاحة الطبيعية اللي هو طبيعة الحياة البحرية من شعاب مرجانية ورمال وصخور، هذه كلها تتعلم من خلال الدورة هذه. تعرف على مبادئ التصوير، تقدر تاخذ مبادئ للتصوير عن طريق المدرب الخاص بالغوص من خلال دورة الأدفانس. مدة الدورة راح تكون 5 أيام على أساس أنك تكون تخطيت الدورة اللي هو القواص المتقدم. أزي ليش نبي نصور تحت الماء؟ من اللي يصور تحت الماء؟ ليش تصور؟ يعني شنو الهدف كان من تصويرك تحت الماء؟ حلو. اكسبيرينس، تشالنج، تحدي، تشارك الأسرة والأصدقاء بالمشاهدات تحت الماء. في شغلات أكثر من كذي، خلينا ناخذها مع بعض. في عندنا تقدر تتخصص كتصوير تحت الماء. اليوم في ناس تعتقد أن تصوير تحت الماء فقط للتصوير تحت الماء. اليوم التصوير تحت الماء تقدر تاخذه كوظيفة، كشيء الكوميرشل، كشيء تجاري. على سبيل المثال عندك الشركات السفن النفطية أو السفن التجارية، بعض الأحيان توصل لمرفا تحتاج تعمل تيست، فحص للبدن السفينة اللي هو الزورق اللي واصل، يكون في إصابة أو أي خلل ممكن، فراح يحتاجون إلى غواص ومصور ينزل يعطي المهندسين فكرة اللي برا الماي عن الحدث اللي صاير تحت الماي. فهذا تقدر تأخذه اللي هو المشاريع والكوميرشل. فعلى سبيل المثال نشوف مثل هذا، تقدر تنقل الصورة بشكل مباشر. هذا قواص قاعد يركب اللي هو الجاك هامر تحت الماي للمشاريع المرابط البحرية لحماية الشعاب المرجانية. هني نفس الشيء، القواصين شقالين، أنت تقدر تنزل توثقهم. في شركات تقوم في أعمال إنشائية تحت الماء كأساسات وأمور كثيرة، أنت تقدر تستقلها كمصور تنقل لهم فكرة، ويحتاجونك كشركات. كثير من الشركات تحتاج مثل هذا التصوير. القطع واللحيم كذلك، هم كذلك يحتاجون مثل هالتصوير والتوثيق هذا. هذه الصور كلها بالكويت صورتها. المشاريع البيئية كذلك، اليوم أنا أقدر أنقل صورة بيئية سواء كانت سلبية أو إيجابية لكافة الناس عشان يعني تدعمك وتساندك في قضية بيئية مهمة، الحماية البيئة. اليوم كل العالم تناشد في حماية البيئة البحرية والبرية والأمور هذه. البرية شيء مشاهد، ولكن تحت الماء شيء غير مشاهد، فشلون راح تنقل صورة حية مؤثرة للمشاهد عشان يكون داعم لك وساند لك في المجال هذا؟ هذا كلها تقدر تخدمها. هذا مشروع القرش الحوتي، أنا مشارك فيه في جمهورية جيبوتي. هني هذا لو تلاحظون الكاميرا هذه عليها 2 green laser. الجرين ليزر هذا اللي هو الليزر الأخضر هو لحساب طول القرش نفسه. فلما ناخذ صورة واحدة للقرش هذا وفي نقطتين الليزر، راح نوزعها على حجم القرش ونعرف كم متر. فهذه الأبحاث العلمية، الأخطار اللي تعرض لها الكائن الحي القرش الحوتي، هم لازم نحط صورة تبين الأخطار هذه، مثل الرفاس الخاص في الماكينة هذه لما يضرب بالويل شارك القرش الحوتي تسبب له دمج بالشكل هذا. فهني لازم يكون عندك فكرة شلون راح توثق الحدث بالكامل. السلوك البيهيفير كذلك، يعني الناس المختصين الدكاترة، هو مختص ولكن لما نتيب له صورة إثبات لسلوك خاص، الصورة هذه كانت بالنسبة للمختصين كانت شيء غريب. يعني كانوا يعتقدون أن الويل شارك القرش الحوت ينزل بشكل هذا، ودائما احنا نشوفه
ينزل بشكل عادي. واحدة من النزات أنا نزلت له كان نازل بشكل هذا، فهذه من السلوكيات الغريبة اللي تصير، فبالمستقبل يحطون لها يعني أسباب وحلول أو ليش. كذلك توثيق الرصد هذا، تركيب الأجهزة لما نركب على الجهاز هم كذلك الناس تحتاج أن تشوف أن الجهاز واصل الكميات القرش، شوف لهني هذا واحد وهذا الثاني. هذا التوثيق وايد مهم بكل المجالات، سواء كان علمي للدعاية بأي مجال تقدر تخدمك الصورة. لازم يكون عندك لياقة بدنية. راح وياي واحد من الشباب رحلة من الرحلات، أفضل واحد صور ذيل القرش هو. ليش؟ لأنه ما كان في لياقة، ينزل يسبح القرش طاف، كل ما ينزل يصور الذيل يطلع، كل ما ينزل كل صور الذيل. فلازم يكون عندك لياقة بدنية ممتازة. الرياضة لازم تمارسها بشكل دائم اللي هو صحتك ولهوايتك ووظيفتك إذا كنت تشتغل في المجال هذا. الرصد البيضاض المرجان كذلك من المشاكل البيئية، إني لازم تنقلها بشكل يعني واضح وصريح. يعني الشعاب المرجانية هذه لما يحوشها اللي هو البليتشينج البيضاض المرجان، فلازم يكون عندك اللي هو سكيل اللي هو شيء مقارنة بين الحجم الشعب المرجانية والغواص، أساس المشاهد يشوف شو اللي قاعد يطالع وحجم الكارثة اللي قاعد يشوفها. الشباك لما تيجي تدمر الشعب المرجانية لازم تنقل صورة حية للمختصين أو للناس إن هذه المشاكل اللي تسببها الشباك في تكسير المرجان، قتل الأسماك، هذه كلها راح تروح بدون سبب. يعني السلاحف كذلك لما تصطادها الشباك وتموت، تختنق وتموت. فهذه كل هالشغلات هذه تقدر أنت توظفها. اليوم الشيء الجميل كلنا نحب نشوف الأشياء الجميلة، ولكن لابد أنك تسخر الهواية هذه أو الحرفة هذه كذلك عشان تساعدك للاستمرار في اللي هو التصوير الشغلات الجميلة. توثيق الدراسات كذلك السلاحف الخضراء كنا نركب عليها اللي هو الساتلايت تراكينج لمعرفة كثير من الأمور، منها خط سيرها، أماكن تواجدها، أماكن غذائها. هذه كلها كانت علامة استفهام تم تحديدها من خلال تركيب الأجهزة هذه على هذه السلاحف ونقل الصور الجيدة للتقارير الخاصة بالمشروع. هذه السلحفات تحت الماء وعليها الجهاز التتبع. مشاريع رصد حوت العنبر، مشروع رصد حوت العنبر في موريشيوس من أجمل المشاريع. وهذا الشيء بشيء يذكر، بالسابق كنا ننظر إلى المصور تحت الماء لازم يكون غواص. أكبر مشاريع دخلتها بحياتي اللي هو القرش الحوتي وحوت العنبر، ما كنت أحتاج أني ألبس سكوبا اللي هو معدات الغوص التنفس الذاتي، كان شغلنا كله سنوركلينج على السطح، نسبح ونلحق الويل شارك والحوت العنبر. ليش؟ لأنه هو يتم على السطح فترة طويلة، وإذا بتلبس المعدات ما راح تقدر تسبح تلحقه، فلازم تكون خفيف الزعانف الفنز مع النظارة والكاميرا وتسبح وراء مع المعدات. الوحيد اللي يصور بالمشاريع هذه مع المعدات هو مصور الفيديو. ليش؟ لأنه يحتاج لقطة ثابتة ولازم ينزل على عمق، فكان ينزل على عمق 5 متر وينطر الحوت يمر عليه ياخذ له لقطة واحدة ويرد يطلع. فما نحتاج في كثير من الأمور إلى اللي هو التصوير بالمعدات. هني ها عندنا نوعين من الساتلايت تراكينج، واحد يركب بالعصا هذه والثاني يركب عن طريق اللي هو الحربة هذه اللي عن طريق ضغط الهواء. هذا الحوت من الجميل، أول نزلة لي حق الحوت العنبر كنت مركب عدسة فيش آي 15 ملليمتر، وكنت معتقد أني راح أخذه كله. فنزلت كان على بعد 5 أمتار عني، طالع الفيو فايندر ولا الذيله للحين برا الكادر، فكان شيء مهول. يوم طلعت سالتهم
كم كان طوله؟ قال لي هذا 18 متر، فهو يوصل تقريبا ل 20 متر. فشوف الغواص بالنسبه حق الحوت. وهذا هذا هذا الساتلايت اللي هنا تشوفونه، هذا هذه القطعه الساتلايت اللي راكبه عليه. هذه مجموعه من الحيتان العنبر، هذا كذلك الحوت، هذا 18 متر. هني في الفيلم بسيط كذي سريع، شوفوا ويا بعض. صور نفسك بالرحلة، حاول تطلع لك فوتج بسيط، فيديو، عشان تنقل الصورة واضحة للناس. اليوم الأخير لنا في ماريشوس، قدرنا لغاية الآن نركب 9 أجهزة تتبع الأقمار الصناعية. نسمع صوته عشان نروح دايركت. الحين راح ننتقل عاد للي هو تخصص التصوير تحت الماء. منو اخذ اللي هو السبيشاليتي تخصص التصوير تحت الماء ككورس سبيشاليتي؟ تمام. كم يوم كان التخصص اللي اخذتوه كابتن علي؟ 5 ايام. تمام. كم يوم اللي اخذته؟ يومين. حلو. في تخصصين للتصوير تحت الماء، اللي هو الديجيتال اندر ووتر فوتوغرافر، وفي الادفانس اندر ووتر فوتوغرافر. الكابتن وين اخذتي؟ بالامارات. بالامارات. تمام. طبعا هني في اللي هو تو لاين. الديجيتال اندر ووتر فوتوغرافر هو كورس مبسط لمعرفه اللي هو انواع الهاوزنج، الكفر الخاص بالكاميرا، وطريقة العناية فيه، وطريقة استخدامه، وطريقة النزول فيه والخروج والعناية بعد الغوصة، وبعض التعليمات البسيطة للزوايا والأمور هذه كلها مع الإضاءة. والكورس الثاني لا، يكون مور بروفيشنال، يعني مور متطور أكثر، يشرح كثير من الأمور بالكورس هذا. خلنا نشوف مدة الكورس الأولي. هو مدته يومين ووايد بسيط وسهل، وتكون ما تكون مصور يعني محترف الا اذا انت اجتهدت وقمت تبحث عن المعلومات بعد الدوره، ولكن من خلال الدوره راح تكون معلوماتها جدا بسيطه، وغالبا تكون نفس المعلومات اللي بكورس الادفانس اذا انت اخترت اللي هو الاندر ووتر فوتوغرافي. تتعلم من خلال الكورس هذا على الكاميرات هذه الصغيره، ونتائجها جدا جميله. ولكن إذا حبينا ناخذ اللي هو الكورس الأفضل اللي هو التخصص التصوير المتقدم تحت الماء. أنا بالنسبة لي بلشت بال91 في مجال القوس والتصوير، فكانت المعلومات أيامها جدا بسيطة، وحتى الإنترنت كان يعني معدم، ما يعني كان يدوب في انترنت، فكنت اجمع كتب، اجمع كثير من المعلومات، لغايه ما وصلت الى اني اخذ دورات برا، ولله الحمد قدرت اني اطور من نفسي. فبعد فتره، بعد ما صرت اللي هو كورس دايركتر، ناوي كورس دايركتر، بلشت اعمل منهج خاص فيني، ولله الحمد قدمته في 2011 كمنهج خاص للمنظمة، قدمته بشكل رسمي وتم اعتماده، وعلى ضوءه السنة اللي بعدها 2012 أخذت اللي هو الناوي أورد، لأني طورت على البرامج الخاصة في مجال الغوص. فكنت مقدم على
برنامجين، برنامج اللي هو الادفانس اندر ووتر فوتوغرافر اللي هو التصوير المتقدم، التصوير تحت الماء، والبرنامج الثاني برنامج هو بيئي للحماية البيئة اسمه سنيار دايفرز اللي هو قواصين سنيار. فلله الحمد أخذت اللي هو الناوي أورد اللي هو كأفضل مدرب لسنة 2012. البرنامج هذا يدربك على الكاميرات الاحترافية اللي هو ديجيتال دي اس اللي هو الدي اس ال ار. فبالسابق ما كان في أحد يدرب بمثل هذا. أنا المنهج هذا عندي 6 الكاميرات مع الهاوزنج مع كل معداتها. فكان يجيني الطالب أقول له لا تشتري كاميرا، لا تستعيل، لا تشتري لا كاميرا ولا فلاش ولا هاوزنج ولا شيء، خصوصا أن المعدات هذه كانت باهظة ولا زالت باهظة الثمن. يعني اليوم إذا تأخذ كاميرا مثلا ب 2000 درهم الهاوزنج يمكن ب 3000 درهم. فيعني أنت تأخذ شيء وممكن ما يعجبك. فكنت أقول لهم لا، أخذ الدورة وبعدين شوف إذا المجال هذا عجبك وارتحت، يعني حسيت أنه خلاص راح تستمر فيه، تقدر تختار الكاميرا اللي أنت تبيها. فبالفعل نجحت في مجال هذا. يوم عملت الكورس اخترت أنا اللايسن يجي بالشكل هذا، هذه من أحد صوري حطيتها على اللايسن، لأن اللايسن هذا أنا الوحيد اللي يعطيه الحين. فأنا اللي اخترت الصور وأنا اللي أطبع اللايسن، أطلبه عن طريق اللي هو منظمة ناو. طبعا مدة الكورس 5 أيام. خلينا نتكلم شنو الهاوزنج. الهاوزنج هو عبارة عن صندوق، أو الصندوق ينحط فيه الكاميرا، خصوصا أن أغلب كاميرات أغلب الشركات المصنعة للكاميرات ما تسوي الصندوق الخاص للكاميرا عشان تحميها من الماء. فطلعت شركات كثيرة في تصنيع اللي هو الصندوق الخاص في الكاميرا. أنت تشتري الكاميرا من الشركة اللي أنت تبيها اللي أنت تعرف لها، سواء كانت نيكون، كانون، أي إن كان، تقتني الكاميرا هذه وبعدين على ضوءها تختار نوع اللي هو الهاوزنج اللي أنت تبيه الخاص في اللي هو كاميرتك. في شيء وايد مهم، الصندوق هذا على شنو يعتمد؟ يعتمد على أنه يعزل الماي عن الكاميرا. فشنو الأساس في طريقة العزل؟ هي الأورينج اللي هو قطعة ربل تصير دائرية تكون حوالين الصندوق هذا في مكان الفتح والقفل، كذلك الأزرار هني تعزل الصندوق بالكامل. فهذه شغلات وايد مهمة، وأغلب الناس اللي يبتدون في شراء الكاميرات الصغيرة مثل الجو برو والكاميرات الثانية الصغيرة بعد فترة يلقاه دشها ماي، فما يدري ليش، شنو السبب. يروح يتهاوش ويا الشركة ويروح يعني يكون مو عارف من شنو السبب، فيعتقد ان الكاميرا او الهاوزنج الرديء، يعني مو زين. فالمشكلة تكون في استخدامه المتكرر وعدم درايته في اللي هو العناية في مثل هذه الشغلات. يتطلب طبعا العناية بكثير من الشغلات. احرص على ان يكون هناك، ان لا يكون هناك تشقق. دائما في ناس يجي يشوف الاورينج بمكانه يلا بس زين ما في شيء، ولكن هذا مع المدة يبدي يتفتت كربل يضعف. ليش؟ لأن لازم ينحط له اللي هو نوع من الجريز اللي هو السيليكون جريز. السيليكون جريز هذا يعطيه لزوجة، بالإضافة أنه يعطيه مرونة بنفس الوقت. فإذا ما حطيت له، ما استخدمت هذه المواد، راح يتلف معاك مع المدة. كذلك طريقة استخراج الأورينج هذا من الكاميرا هم لازم ما تستخدم أدوات حادة. إذا جيت أنا دائما إذا جيت ببطل الأورينج أستخدم الإضاءة اللي تركب على الرأس، الهيد تورتش هذا، عشان يكون في تسليط للضوء وعرف الأماكن اللي قاعد أشوفها هل فيها حبة رمل. حبة الرمل هذه تدخل ماي داخل الصندوق الكاميرا. الشعرة بسيطة، ما مو شيء يعني لا تذكر، ولكن لما تصير على
الأورنج هذا راح يدخل لك الماء وتدمر لك الكاميرا. لازم تكون حريص على ان المكان الأورنج يكون نظيف، فيه اللي هو السيليكون جريز الخاص بالكاميرا نفسها بالأورنج، وفي كذلك نرتكبها خاصة في بعض الشركات. بعض الأورنجات تلقى لون أحمر أصفر أزرق، هذا لازم لما تشتري الهاوزنج تقرأ المعلومات الخاصة بالهاوزنج، لأن في السي إن سي بالذات عندهم أورنج لونه أزرق. الأورنج هذا إذا استخدمت وياه أي سيليكون جريز راح يخترب، فلازم تستخدم السيليكون جريز الخاص بالشركة اللي قطاع أزرق اللي وصت عليه الشركة. ليش؟ لأن المادة اللي فيه ما تتوافق ويا أي سيليكون جريز ثاني، فلازم تكون حريص على الشغلة هذه، لأن إذا ما خذيت احتياطاتك راح يدش الماي على الكاميرا. زين، شنو الشركات اللي مختصة في صناعة الهاوزنج الخاص في الكاميرات البروفيشنال اللي هو الاحترافية؟ عندنا أول شركة اللي هو أكواتيكا. أكواتيكا أنا أتعامل وياهم تقريبا صار لي أكثر من 15 سنة، من يعني أفضل الشركات أنا أشوفها. الهاوزنج الخاص فيهم ألمنيوم قوي، يعني واحدة من الغوصات أنا يمكن قاعد ألحق المانتري وقاعد أصورها فيديو، فمادة الكاميرا بشكل هذا وقاعد أطالع المانتري ودعمت الصخر بالهاوزنج، ما صار فيه أي شيء. لو أي كلايت ولا أي هاوزنج ثاني بلاستيك كانت تدمرت الهاوزنج مع الكاميرا. ف يعني وايد قوي هو. مع عندنا كذلك السوبال، هم كذلك من الشركات المصنعة الجيدة للهاوزنج. يعتمد كل هاوزنج على نوع الكاميرا، يعني ما ينفع تاخذ الهاوزنج يركب على كل الكاميرات، كل كاميرا لها هاوزنج خاص فيها، وهذه الخسارة. يعني اليوم تاخذ لك مثلا دي 850، بعد سنتين ثلاث ينزلون كاميرا ثانية مثلا دي 8 او زد 7، لازم تاخذ هاوزنج ثاني عشان يركب على الكاميرا هذه. الحلو ان البورت الخاص بالعدسات ما يتغير، ولكن الهاوزنج لازم يتغير، وسعره ما شاء الله بشيء الفولاري. كذلك من الشركات المصنعه نوتيكام. نوتيكام من الشركات تعتبر حديثه في تصنيع الهاوزنج، ولكن الانشط بين الشركات هذه الاكسسوارات عندها خط انتاجها عالي، التنوع كبير في اللي هو البورت الخاص في العدسات، الإضاءات، الأرمز، الأذرع، ملوت الفلاشات، هذه كلها قاعد تنافس السوق لأنها شركة حديثة فداشة بقوة. ولو تنزل كاميرا اليوم يمكن بعد 3-4 أيام تعلن أنها خلاص صنعت الهاوزنج. ليش؟ لأن تبي تكون السباقة بين الشركات هذه، خصوصا أنها شركة جديدة بين الشركات هذه كلها. فكذلك الكواليتي مالها جدا عالي، ألمنيوم، يعني سهلة الاستخدام. في بعض الهاوزنج يكون وايد صعب وصول إلى بعض الأزرار، هي وايد يعني حلت مشاكل كثير اللي هو الهاوزنج، مثلا اللي هو الأيكلايت. الأيكلايت تقريبا اليوم صار في المؤخرة، مع أنه كان من أوائل الشركات اللي طلعت في تصنيع الهاوزنج، ولكن وقفوا عند مرحلة معينة وما رضوا يطورون من نفسهم. جت الشركات هذه الجديدة سبقتهم في مراحل كبيرة. فهذه بالنسبة لي اللي هو الشركات المصنعة للهاوزنج. خلنا ننتقل حق الضوء. الضوء شيء جميل بس احنا ما نشوفه بالعين المجردة، ولكن إذا نزلنا تحت الماء راح نلاحظ تغير كبير. الغواصين كلهم عارفين التغير اللي يصير، إنزين، ولكن اللي ما يغوص ما يدري إن أول لون راح يختفي عندنا اللون الأحمر. اللون الأحمر بعد 5 أمتار تقريبا راح يبدي تلاشى.
العشرة أمتار لو ينجرح صبعك راح تشوف إنه في شيء أسود يطلع منه، مو شيء أحمر. الأسود هذا هو الدم اللي نشوفه على الأرض لونه أحمر، ولكن لأن تحت الماء راح يختفي أول لون الأحمر، فإذا انجرح صبعك أو شفت شيء لونه أحمر راح تلقاه لونه بني غامج إلى مائل للسواد، فتبدي تختفي الألوان تدريجياً إلى اللون الأزرق. بعدها راح نشوف كل شيء غري تحت الماء تقريباً. فالحل شنو؟ الإضاءة. الإضاءة عن طريق الفلاش. إذا كنت مصور فوتوغرافي، تصوير فوتوغرافي، راح تحتاج الفلاش الستروب، وإذا كنت مصور فيديو راح تحتاج اللايت العادي عشان توثق اللي هو الكائنات الحية الجميلة بألوانها ومظهرها الجميل. فضروري استخدام الفلاش تحت الماء. صورة بدون فلاش، احنا نتكلم عن سنوركلينج اللي هو على السطح مترين ثلاثة، اوكي ممكن، ولكن بعد الخمسة امتار انت قاعد تظلم التصوير اللي انت قاعد تصوره، قاعد تظلم الكائنات الحية اللي قاعد تصورها. ليش؟ لانه مجرد انه راح تبدي تختفي الالوان راح يختفي الجمال الخاص في الكائنات هذه، سواء كان مرجان، سواء كان سماك، ايا كان راح تبدي تختفي الجماليات هذه. ليش؟ لانه قاعد نصورها من غير الوان. فهني وجود اللايتنج وايد مهم، سواء كان فلاش او ليت عادي، ولكن انا كمصور فوتوغرافي افضل استخدام الفلاش وليس الكشاف اللي نستخدمه حق الفيديو. نقدر نستخدمه حق التصوير الفوتوغرافي ولكن بمسافات بسيطة ما تتعدى المتر تقريبا، بالإضافة هم ما راح تعطيك الكواليتي الجودة اللي انت تبيها للصورة مثل الفلاش اللي هو العادي. طبعا استخدام الفلاش، الفلاشات وايد أنواعها، وايد الشركات اللي تصنعها وايد، فكذلك طريقة ربطها بالكاميرا هم في عدة طرق. ولكن اليوم إذا تبي تختار فلاش لازم تعرف نوع الكاميرا اللي عندك، نوع الهاوزنج اللي عندك، شوف شنو طريقة التوصيل. في عندنا طريقتين للتوصيل، طريقة اللي هو الفايبر أوبتيك وطريقة الفايف بن واير. الفايف بن واير هي المفروض تكون الأفضل بين الطريقتين. ليش؟ لأن الفايف بن واير راح تعطيك التي تي ال فلاش اللي هو الإضاءة المتوافقة مع الإعدادات الخاصة بالكاميرا، فأنت ما تحتاج تطول وتقصر على الفلاش عشان تاخذ الصورة الصحيحة بشكل مباشر. فخاصة إنك قاعد تتعامل مع موضوع متحرك، فالسمكه ما راح تنطرك تقول لك يلا صورني عشان أحرك عشان أمشي، إلا إذا كانت شعاب مرجانية راح تكون ثابتة، ولكن الأسماك الصغيرة هذه ما راح تنطرك، مجرد إنه يطق الفلاش ساعات تقب ما تدري وين راحت، تنحاش ما تدري وين راحت. فلازم يكون عندك سرعة البديهة، بالإضافة إنك تكون متمكن من اللي هو توزيع الإضاءة. فلازم تعرف إمكانية الهاوزنج أو الكاميرا اللي عندك وطريقة أفضل طريقة لتوصيل الإضاءة فيها عن طريق اللي هو الفايبر أوبتيك. الفايبر أوبتيك سووه بعض الشيء اللي هو النوع الذكي السمارت، ولكن لا زال ساعات تصور صورة صورتين تلقى لك واحدة أندر، واحدة إضاءتها عالية، واحدة إضاءتها الواطية. ليش؟ لأن الكاميرا مع الفلاش مو متوافقين بشكل مباشر. فهذه من أهم المشاكل اللي قاعد تصادف مصورين الفوتوغرافي مع اللي هو الكاميرات، خاصة الكانون. الكانون عندهم مشكلة كبيرة في اللي هو الفايف بن واير، لأن الفايف بن واير هو النظام اللي هو النيكونس القديم اللي هو خمسة. الكانون يوم طلعت نظام الفلاش طلعته السكس بن اللي هو ست نقاط كهربائية. ف الشركات المنتجة للفلاشات للحين مي قادرة تطلع شيء يتوافق معاها مباشر كاللي هو نظام التي تي ال اللي هو التوافق الكامل مع إعدادات الكاميرا، وهذه مشكلة قاعد يحلونها حتى باك سكتر. طلعوا لهم خط إنتاج لقطعة خاصة
للتي تي ال وكذلك السي ان سي، ولكن يطلعون موديل ثاني يغيرون السيستم كامل كالكتروني سيستم، الكترونيك سيستم، فيتغير النظام كامل، يردون يضيعون الشركات هذه، والمصور طبعا هو اللي يضيع ويخسر بنفس الوقت. انزين الحين بعرض لكم صور مختاره كذي ونسولف عنها. هذه الصوره من غير فلاش طبعا اخر ريك، ما راح تشوفون الالوان هذه، ولكن لاني استخدمت الفلاش راح تبين مثل هالصور. اغلب اللي يصورون اليوم في كاميرات صغيره الجو برو والكاميرات الصغيره يكون عنده فلاش صغير، فلما يبدي يصور يطلع ما تكون صوره بذيك الجوده. تقدر تصور بجوده عاليه اذا جبتلك استروب فلاش او كشافات مثل هذا. هذا زميل لي قاعد يستخدم، هو مصور فيديو قاعد يصور هني بكشافات التصوير الفيديو. هذه الكاميرا كاميرا صغيرة بهاوزنج صغير، مجرد ان كانت الظروف زينة، الاضاءة كانت هذه الاضاءة مثل هذه، اضاءة عادية مو فلاش، اضاءة عادية مثل هذه، وصورت الصورة هذه وتعادل يعني ككواليتي الكاميرات الكبيرة. ولكن إذا نتكلم عن مساحات كبيرة وايد انجل الشيء بعيد شوية، الليت هذا ما راح يوصل تحت الماء خاصة بالنهار، فما راح يعطيك الألوان اللي أنت تبيها مثل هذه. زين المايكرو وايد زين مع الكاميرات الصغيرة اللي هو الكومباك كاميرا، راح تطلع صور حلوة جميلة، خاصة إن الفلاش أو اللايتنج يكون قريب، فراح تقدر تطلع صور مثل هذه قريبة للمايكرو. كذلك الأسماك تقدر تقرب عندها، ويعتمد على حسب نوع كاميرتك والميجا بيكسل الإضاءة اللي أنت قاعد تستخدمها، راح تقدر تطلع الألوان وصور جميلة. هذه صورة لحوت العنبر، أنا حولتها إلى بلاك أند وايت اللي بساعة شفتوه. هذا الساتلايت، الجهاز التتبع الأقمار الصناعية، هذا حوت العنبر، القرش الحوتي. القرش الحوتي من أجمل الكائنات. السنة هذه راح تكون السنة العاشرة في مشاركتي للدراسة في جيبوتي لأسماك القرش. من خلال التصوير قدرنا نوصل إلى نتائج علمية وايد جميلة. بالسابق كانوا ينظرون إلى أحد الأسماك اللي تلزق في القرش الحوتي دائما تكون دار مدارة أو بالخارج، ولكن يوم صورت الصورة هذه كانت صدمة إن لقوا يدش حتى داخل الفم، يقعد الأسماك هذه الموري تقعد داخل الفم وتمشي وياه وما يبتلعها، وبعض الأحيان تطلع من الأجناب من الخياشيم الجانبية، يعني دش من الفم ويطلع من الخياشيم الجانبية للقرش الحوتي. وهذه المعلومات ما كانوا يدرون عنها ولا أنا أدري عنها، ولكن من خلال صورة تم اكتشاف مثل هذا الشيء أو السلوك هذا للأسماك هذه. فساعات تكون أنت مشارك في إنجاز علمي أنت كمصور بصورة أنت تعتقد أنها عادية، فلا تعتقد أن صورك أو العمل اللي أنت قاعد تقوم فيه هو عمل بسيط. لا، العمل اللي قاعد تقوم فيه أنت جدا مهم، سواء كان بشكل محدود أو بشكل يعني احترافي. الشعاب المرجانية هذه من أحلى الصور، أحبها الصورة هذه. لون الشعاب المرجانية هني أنا كنت وايد عاجبني، فكنت مركز على الشعاب المرجانية. يوم حطيت الفيو فايندر من خلال الكاميرا قاعد أطالع ولا سمكة نفس لون الشعاب المرجانية بالمنطقة هذه، فبعض الأحيان تصادف مناظر جميلة يصعب أن أي غواص يشوفها. للأسف اليوم أغلب الغواصين العاديين هو سباق وين راح يطلع، وين من وين راح ينزل، وين راح يطلع، مسافة اللي راح يقطعها، وشنو راح يشوف، أشياء وايد، فما يدري إن في الأشياء الصغيرة هذه يعني عجائب من عجائب الله سبحانه وتعالى.
فساعات تحتاج انك تقعد وتتمعن في البيئة البحرية عشان تطلع الشغلات النادرة اللي صعب اي انسان يشوفها. الرحلات من خلال الغوص، الرحلات الخارجية، راح تقوي فيك اللي هو النظرة البيئية، النظرة الجمالية لأسماك القرش أو أي بيئة في البحر. هذه الصورة في البهامز من خلال اللي هو الشركة اللي هو تعمل اللي هو تغذية أسماك القرش. طبعا هو شيء غير محبب بيئيا، ولكن كنا رايحين وقلنا لازم نجرب التجربة هذه، فنزلنا معهم. كانت غوصة جدا جميلة. طبعا هذا كان لابس البدلة اللي هو تكون نفس الشبك من الحديد، لأنه قاعد يتعامل مع أسماك القرش تعامل مباشر، يعطيهم أكل، ولكن احنا كمصورين وغواصين كنا لابسين بس البدلة الخاصة بالغوص فقط. كانوا يحسون دار مدارنا كأنك قاعد بقفص للقطط، يعني ما كان يشكل أي خطورة بالنسبة للناس. العكس، النظرة العامة للأسماك القرش أنه لا، سمك القرش خطر، وسمك القرش هو أخطر كائن على بالكرة الأرضية. بس إحنا دائما نقول كغواصين أخطر كائن بالكرة الأرضية هو الإنسان وليس أي كائن حي. الإنسان هو مصنف عالمياً أن أخطر كائن على الكرة الأرضية. كذلك ساعات لازم توثق من خلال قوستك الأشخاص اللي معاك. أكثر واحد ما عنده صور المصور. ساعات تنزل مع مصورين تصورهم، ها تطلع صورتوني، لا أنا مركب مايكرو، زين تعال صور عيني. صح. فأغلب الرحلات يعني إذا أنت عندك فرصة أنك تصور زميلك للغوص صورة، لأن هذا يعني يعتبر شيء جميل حتى للعرض. يعني اليوم أنا يعني لما أصور بس أسماك أو شعاب مرجانية، زين يجيني بالمستقبل معرض أو مسابقة، زين يبون صورة فيها غواص. فلا تركز دائما على المايكرو او تركز دائما على الوايد انجل، خلك متنوع ودائما خلك ذكي. اذا رحت المقاس البس الماسك النظاره وطب شوف الرؤيه، مجال الرؤيه تحت الماء، هل مجال الرؤيه يسمح اني انا اركب وايد انجل او اركب مايكرو؟ لا تركب العدسه وانت ما تدري ايش اللي راح تنزله. ساعات تركب وايد انجل وتنزل الفيزيبيليتي، المجال الرؤية تعبان متر مترين، فما راح تقدر تصور شيء. فدائما خليك ذكي قبل لا تنزل، قبل لا تنزل بكاميرتك وتجهزها، شوف المكان اللي راح تنزل فيه، وانت حدد العدسة اللي راح تركبها وحتى المواضيع. في ناس اليوم اذا بيروح مكان عارف هو شنو راح يصور وعارف وين راح ينزل. فدائما خليك فطين، خليك ذكي في المجال هذا. هذا كذلك في الكاريبيان، هناك عندهم الاسفنجيات واللي هو السوفت كورلز اكثر من الخليج العربي بوايد. طبعا انا هذا دائما اسوي فيه مقالب رفيجي، هذا عنده الفلاش الاينون. منو عنده فلاش اينون؟ اي انا دائما هو يحطه على اللي هو التي تي ال، فانا اروح حول سليف تمام، لما انا صوره ويضرب الفلاش عنده عشان اطلع له صور. فهو تحت الماي يقعد يتحلطم ويهاوش وهذا، فلما يطلع اراضيه بصوره اقول له شوف صورتك حلوه، يقول لي خلاص دزها لي واتساب. من اللقطات الحلوه او الذكريات الجميله، هذا صاحبنا كان يصور، كان يسبح ورا غواص، ف ورا شارك ويريور قاعد يسبح ورا، فاحنا انا ويا زميلي اللي وياي قاعد ناطرين يعضه يعني. بس ما عضه يعني، كان يسبح ورا زعنفته. ليش؟ لانه وهو يسبح هني قاعد يثير الرمل،
فالشارك اليريور كان إيه سمك القرش وراء الرمل هذا يدور إلى على فريسة صغيرة يأكلها. بعض الأحيان لازم إنك تطلع عن المألوف، يعني خلاص صورة قرش ثابتة الكل صورها، فدائما حاول إنك تبدع من خلال أخذ الصورة، غير في الإعدادات، صور سلو شتر، قلل من الإضاءة، استخدم لا حتى مع السلو شتر استخدم الفلاش، لازم تستخدم الفلاش، فحاول إنك تبدع. في ناس وايد أعرفهم لما ينزل تحت الماء الهدف التقاط صورة، زي تقعد تاخذ صور مكررة، حاول إنك تغير، الناس راح تمل في متابعتك للصور مكررة، يعني من سنة سنتين أنت نفس كل ما تنزل تصور لي القوبي أو تصور لي نوع معين من الشعاب المرجانية، فحتى الشعاب المرجانية لازم تصورها بزوايا معينة بتقنيات معينة، طور من نفسك من معلوماتك وكذلك من معداتك عشان تبدع تطلع شيء تواكب فيه التطور وتواكب فيه التحدي بينك وبين زملائك المصورين. كذلك بعض الأحيان ما تقدر لا تأخذ الصورة نفس ما هي، ليش؟ لأن فيها جمال للطبيعة ما حد يقدر يشوفه. هني كذلك أحد الصور للحطام، هذه بالنسبة لي اللي هو الدولفين. ساعات يجيك شيء من 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 اللي هو من الفراغ البحري كذي، من لا شيء يجيك شيء جميل مثل الدولفين هذا، زين، فصورت كذا صورة، ولكن للأسف الصورة اللي عجبتني اللي هو الابتسامة هذه الفلاش الثاني اللي على اليمين ما شد، ما اشتغل معي. ليش؟ لأن الباتري كان لو، فأخذته بس من جانب واحد، تلاحظون الإضاءة جاية من ناحية اليسار، ليش؟ لأن الإضاءة كانت من جانب واحد. هذه أكثر سمكة تأذي الغواصين، تعرفونها ها؟ التريجر فيش، هذه من الأسماك اللي إذا بلشت تتكاثر تكون بالقاع، فتحمي العش البيض مالها، فما ترضى أي أحد يقرب عليه، تنظر له إلى أنه يهددها بالخطر فتي تعضه. هذه الصورة في عمان من أجمل الصور. عمان فيها بيئة خلابة. هذا كذلك حطام في البهامز، الويل شارك. أنصحكم في القوس مع الويل شارك، قوسة جدا جميلة. هذه كذلك بالبهامز، هذا استغلال الفلاش في بعض الصور. هامور. في أسئلة بالنسبة للكلام اللي قلته؟ في أحد عنده أي سؤال؟ احنا بناخذ استراحة الحين ربع ساعة وبنرجع مرة ثانية. يعطيكم العافية. بعد استراحة إن شاء الله. قواكم الله. شكرا. يعطيك العافية. هلا. الله يحييك. تمام. الحمد لله. الله يسلمك.
مساكم الله بالخير مرة ثانية. ريحتوا إن شاء الله، شربتوا قهوة، عورت راسكم أول ساعة. الحين بنتكلم بشكل كذي بسيط وسوالف عن المراحل الأولى لرحلة الغوص. إذا كنت أنا بطلع رحلة، سواء كانت على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي برا الدولة اللي أنت عايش فيها، شنو اللي راح تحطه من ضمن الخطة اللي راح تحطها؟ أول شيء أوصيكم دائما حاول تعتمد على اللي هو قائمة المهام أو التشيك ليست. هذا شيء وايد مهم، راح ينظم عملية الغوص وراح ينظم أي شيء بحياتك إذا كان مكتوب وكان قاعدة تشيك على كل خطوة أنت تقوم فيها. فغالباً إذا إحنا كغواصين نبي نروح مكان، أول شيء لازم أشوف الموقع. الموقع مو أي موقع، أنا رايح أبي أغوص، أبي مكان وايد زين، أبي مكان مميز، أبي مكان يعني أنا أفضل كغواص، أبي مكان جديد ما حد راح من قبل. ليش؟ أبي أخذ سبق فيه، أبي أخذ يعني اللي هو أني أنا أكون من الأشخاص الأوائل اللي وثقوا المكان هذا. فهذه وايد مهمة. الشغلة الثانية، أبدي أخطط. التخطيط شلون راح يصير؟ في وايد من الغواصين إذا يقوص، خاصة المصورين أو الغواصين، يبي يأخذ كل العدة وياه، يبي يأخذ كل شيء وياه، الكاميرا يبي يأخذ كاميرتين، العدسات يبي يأخذ كل العدسات، الفلاشات، الفنز، الريجوليتر، المنظم الغوص، كل شيء. أنا ما أيد هالشيء. ليش؟ أول شيء بالنهاية راح تدفع مبلغ كبير لشركات الطيران، وأنا متأكد أنك أنت ما راح تحتاج كل المعدات اللي أخذتها وياك. فأول شيء لازم تخطط أنك أنت شنو اللي راح تحتاجه من خلال رحلتك هذه. هل أنا راح أحتاج أصور في عدسة الوايد أنجل الواسعة أو المقربة المايكرو؟ هذا راح أول شيء راح أحطه ببالي. الفلاشات، هل راح أخذهم؟ عندي 3-4 فلاشات، راح أخذهم كلهم؟ زي أنا بصور بكاميرا واحدة، ليش أخذ 3-4 فلاشات؟ الشغلة وايد مهمة، البطاريات. دائما ربعنا المصورين يعانون من شيء اسمه بطارية. يروح دولة خاصة الأماكن النائية، يروح ماخذ له علبة بطاريات، يوم يومين خلصت البطاريات، بيروح سوبر ماركت ما في بطاريات النوع اللي هو يبيه، يلقى النوع الرخيص اللي ما يساعده في عملية التصوير. فدائما انت كمصور اول شيء او كغواص، اول شيء احنا دائما نقول لازم نحافظ على البيئة. فاذا انت بتحافظ على البيئة، استخدم البطاريات اللي يعاد شحنهم اللي هو الريتشارجبل باتري. هذا وايد مهم. اول شيء راح يوفر عليك فلوس، راح يحافظ على البيئة، بالاضافة راح يخليك تستمر في عملية التصوير. هذه نقطة وايد مهمة. النقطة الثانية، معدات الغوص. إذا أنت بتسافر في معدات الغوص كاملة ومعدات التصوير، راح يكون عليك وزن وايد، فهني راح تضطر أنك تدفع لشركات الطيران مبالغ كبيرة. ليش؟ لأنك أنت معك وزن زيادة. زين، خلنا نحسبها بشكل بسيط. إذا عندك الزعانف الفنز الخاصة بالغوص، زين، هذا شيء تقدر تأجره من المراكز الغوص اللي هناك. بس يك واحد قال لك لا، انا ابي الفنز اللي انا ارتاح لها في الغوص. انزين، الفنز هذه سعرها $100 على سبيل المثال. انزين، رحت حق الكاونتر تبي تسافر، قال لك والله عندك وزن 3 كيلوات وزن الزعنفة هذه، لازم تدفع لي $200. معناته انك انت دفعت $300 عشان الزعنفة، وهي سعرها $100. انزين، خلها بديرتك وأجر واحدة ثانية في المكان اللي أنت بتروح له. كذلك المنظم الهواء، كذلك السترة الخاصة بالغوص. فلازم تعرف أنت شنو اللي راح تحتاجه في السفر هذا، وشنو اللي راح تحتاجه اللي يوفر عليك ويسهل عليك عملية حتى النقل.
ساعات تحتاج انك تمشي مسافات كبيره بالمعدات هذه، ساعات تحتاج انك تشيلهم، فهذه كلها انت راح تبتلش فيها اذا رحت بالمعدات هذه كلها. فلازم تعرف شنو احتياجك وشنو المركز الغوص اللي راح تروح له، وهل متوفره عنده الشغلات ولا لا. اذا مو متوفره خلاص انا لازم اخذها. فالتجهيز، لا تنطر انا باكر مسافر او بعد اسبوع بسافر، قبل السفر اليوم بيوم انا بجهز كل اغراضي، ما ينفع. انت مجرد انك تخطط للسفر، افتح الجنطه خلها بالزاويه بالغرفه، وكل يوم حط فيها شيء على سبيل المثال، وحط لك اللسته القائمه بلسته المعدات اللي راح تاخذها معاك عشان ما تنسى شيء. لما توصل هناك راح توصل اغراضك كلها جاهزه. بالاضافه، اي مصور اليوم سواء كان بر الماي او تحت الماي لازم يكون في عنده القائمه بالمعدات الخاصه فيه مع السيريال نمبر. هذا شيء وايد مهم. مو عندي كاميرا دي 3 وخلاص وفلاش اس بي 900 وخلاص، لا، الكاميرا دي 3 السيريال نمبر لها 1 2 3، الفلاش 1 2 3، كل معداتي لها سيريال نمبر، لازم اسوي لي لسته واكتبها فيها. ليش؟ بعض الاحيان تروح دوله يقول لك انا احتاج اسوي لك تصريح دخول في معداتك، فانت ما راح تقعد بالمطار تكتب له اسماء المعدات وبالسيريال نمبر مالها، هني راح تسهل على نفسك عمليه دخول البلد هذا. بالاضافه، لا سمح الله اذا انسرقت معداتك، راح يكون عندك ورقه كامله في معداتك وتبلغ عنها بشكل احترافي للجهات المعنيه، راح يجيبونها لك. لان ساعات يقول لك كاميرا النوع الفلاني، زين المصنع صنع مليون كاميرا من النوع هذا، شو اللي يثبت ان هذه كاميرتك؟ عندك ورقه تدل على اللي هو الرقم التسلسل المصنعي لها للكاميرا هذه او الفلاش او اي قطعه. كذلك انا دائما اذا سافرت اضطريت اني اخلي الهاوزنج الصندوق الكاميرا مع العفش، اشيل القطعه اللي تركب تحت الكاميرا ويكون عندي سيريال نمبر مالها، بس اشيل القطعه هذه. ليش اشيل القطعه؟ اذا انباقت الكاميرا الهاوزنج او ضاع او اي شيء، اللي بيلقاها او بياخذها بيستخدمها راح يراسل الشركه المصنعه يقول لهم ابي القطعه هذه. فانا اسبقه ابلغ الشركه ان انا ضاعت مني الكاميرا الفلانيه او الهاوزنج الفلاني، فاذا احد طلب القطعه هذه طلبوا منه سيريال نمبر، فراح يعرفون ان هذا الهاوزنج لي. ففي امور لازم تعرفها عشان تحافظ على معداتك وتحافظ على ممتلكاتك. المخاطر، هل الدوله اللي انا بروح لها او المقاس اللي انا بروح له في مخاطر، في محاذير؟ في بعض الاماكن يقول لك الدوله هذه ممتازه بس لا تروح الى الاسواق العامه مثلا او ايا كان، فهذه المخاطر. او تحت الماي اذا كان في نوع من انواع مثلا الجيلي فيش، نوع من انواع الكورلز اللي اذا لمسته يسبب لك حساسيه وانت عندك مشكله صحيه، لازم تكون على درايه وعلم للشغلات هذه. زين، اني حق عد عرض الصور هذه، انا اخترت لكم اليوم من كل تقريبا من كل مكان 10 15 صوره. هذه بيئتنا بالكويت هني، السلحفات هذه برا الماي صورتها مو تحت الماي، بس كانت طالعه من تحت الارض تو مفقس البيض وطلعت. فاول ما تطلع السلحفات تلقاها كلها رمل، الوانها يعني باهته، فانا سويت رشيت عليها ماي، صبيت عليها ماي وصورتها، فطلعت بالشكل هذا. فساعات يعني لا تحاول انك تاخذ الصوره نفس ما هي اذا كنت بيها جماليه، اذا كنت بيها الشيء للتوثيق راح تقدر راح تاخذها نفس ما هي، بس ساعات تحتاج انك تجمل صورتك بانك تعطيها، يعني تحاول تتغلب على بعض المشاكل اللي هو البيئيه. هذه بيئتنا جدا بسيطه مثل البيئه عندكم في الفجيره ودبي. الاغلب الاماكن يكون فيها الفيزيبيليتي، المجال الرؤيه مش كثير كويس، وكذلك الكائنات الحيه ما تكون بشكل كبير، فنعتمد على تصوير المايكرو، التصوير الكورلز اللي هو الشعاب المرجانيه، الاسماك الصغيره،
بالإضافة إلى النودي برانش والشغلات هذه. هذه الصورة مساعة شفناها مر علينا اللي هو ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على الشعاب المرجانية، وهذه أسبابها اللي هي البيضاض المرجان في البحر عندنا بالكويت. هذا واحد من الغواصين، شوف الشعاب المرجانية إذا كانت الرؤية وايد جميلة. من خلال خبرتي في المجال الغوص والتصوير، هذه في جزيرة اسمها قاروف في الكويت، فكانوا أغلب الغواصين يغوصون بمكان واحد كتدريب وكتصوير، ولكن ما كانوا يستكشفون أماكن ثانية. فمن خلال مشروع السلاحف كنا نلف بالغارب حوالين الجزيرة، فساعات لاحظنا أن ساعات يكون التيار إذا جاي من شمال الجهة الجنوبية، الجهة الشمالية يكون مجال الرؤية يكون متر مترين، ولكن الجهة الثانية يكون مجال الرؤية 10-5 أمتار. فلقينا أن على حسب التيار يكون الفيزيبيليتي أفضل كمجال رؤية. هذه صورة للمشروع المرابط البحرية وطريقة تركيبها بالكويت. هني كذلك نستخدم اللي هو السلو شتر، هني الشتر 30 ومتحرك مع السمكة وباستخدام الفلاش، طلعت معاي النتيجة هذه. هني الشعاب المرجانية للأسف لما بعد ظاهرة البيضاض المرجاني، إذا كان في ألوان خضراء مثل هذه معناته الشعاب المرجانية هذه ماتت، لأن الطحالب الخضراء دليل على موت الشعاب المرجانية، لأن المرجان عادة ينمو عليه الطحالب البنية أو الحمراء أو الصفراء، بس إذا كان لون أخضر معناته الشعاب المرجانية ماتت. هذه كذلك هني بيضاض المرجان والأسماك اللي هو إحنا نسمي الأسماك هذه نسميها مشط العروس بالكويت. الأصداف البحرية جميلة خاصة بالنايت، أنا أقلب الصدفة وانطر الكائن هذا اللي داخلها لغاية ما يطلع عشان أصوره. الأسماك القوبي جدا جميلة، دائما تختبئ في بين الشعاب المرجانية والصخور، ومجرد أنها تطلع رأسها تنتظر الفريسة عشان تأكلها. لازم تثبت دائما، لا تنظر إلى الشغلات بشكل يعني سريع. هذا الشعاب المرجانية أنا قاعد طالعها فكنت مستغرب من لونها وتكويناتها، ولكن يوم ثبت زيادة لقيت إن في سمكة هنا صغيرة اللي هو البلني هذه قاعد تطل من بين الشعاب المرجانية. إني حق جيبوتي. جيبوتي طبعا يعني أنا أنصح أي غواص يروح لها، حتى لو ما يبي الويل شارك القرش الحوتي، فيها تنوع بيئي وايد كبير. الجيبوتي تختلف عن البحر الأحمر، جيبوتي ما موقعها مو بالبحر الأحمر، هي خارج البحر الأحمر قبل المضيق، يعني تصير قبل المضيق وبعدين لما تعدي المضيق تدش على البحر الأحمر، فهي تطل على البحر العرب أكثر، فبيئتها مختلفة. والحلو فيها بيئتها مشابهة لبيئة الخليج العربي بشكل وايد كبير. فأنا بما أني كنت أغوص من 91، أول مرة غصتها تذكرت البيئة يوم كانت بالسابق كانت جميلة، لأن إحنا بيئتنا من سيء لأسوأ بسبب التغير المناخ والارتفاع درجة الحرارة، فقاعد نفقد كثير من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة للصيادين واللي هو هواة البحر. فلما نروح استمتع في الشعاب المرجانية والأسماك بشكل وايد كبير، لأن بالفعل هناك ما عندهم مراكز غوص، عندهم مركز واحد اسمه دولفين. فلما تروح هناك أهل البلد هي بلد فقيرة، فلاهين في مشاكلهم المعيشية وهذا، فما حد مهتم أو ما عندهم هواية للغوص وهذا. أغلب الأنشطة اللي تتم في بالبحر عندهم هي عملية الصيد فقط، ولكن ما في أي سياحة بيئية عندهم، فهذا سبب بقاء البيئة إلى الآن نفس ما هي.
شوف الشعاب المرجانية هني صورتها نص بنص، أبين اللي هو الشعاب المرجانية تحت الماء بالإضافة إلى الجبال والغيوم. الموسم القرش الحوتي في جيبوتي يبدي من شهر 11 إلى أواخر شهر 1، هذا يعني الموسم الخاص في أسماك القرش. تتغير بين فترة وفترة من السنين على حسب التيارات والبلانكتون اللي هو العوالق اللي بالماء، ولكن هذه الفترة اللي يكون بكثرة موجود. اللي بيروح السنين الأخيرة يعني بالسابق كنا نروح شهر 1 نحصل أعداد جدا كبيرة، الحين قامت تجد موعدها يعني تكون بنص شهر 12 تكون موجودة أكبر يعني كميات توصل إلى 200 و300 ويل شارك تشوفها باليوم، فأعداد جدا كبيرة، ساعات تشوف 5-6 ويا بعض قاعد يمشون يسبحون ويا بعض، فراح تشوف شيء جدا جميل إذا أنت حاب أنك تنزل مع اللي هو القرش الحوتي. دائما نحاول نصوره من كذا زاوية، من خلال المشروع هذا نصوره من الجناب من على اليمين وعلى اليسار، أساس إن في برنامج اللي يتعرف على الأسماك هذه القرش عن طريق اللي هو البرمجيات من خلال النقاط اللي بالجانبية لأسماك القرش، فنفس اللي هو الفينجر برينت يتعرف عليه البرنامج هذا. فإذا أنت صورت القرش جديد لم يرصد من قبل تقدر تسميه حتى على اسمك أو تختار له الاسم اللي أنت تبيه، فهذا هم شيء حطوه اللي هو يعطونك حافز انك تساعدهم في رصد اسماك القرش، فيكون في مردود لك انك انت تسميه، وبالمستقبل لو يشوفونه باي مكان بالعالم واحد ثاني صوره يدش على البرنامج راح يقولون له هذا القرش اسمه كابتن علا مثلا. السلاحف كذلك هناك عندهم المكان جميل للسلاحف، المنطقه اسمها تيرتل بوينت، من ننزلها دائما نشوف لنا مو اقل من 10 سلاحف كبيره خضراء وسلاحف صغيره، فعندهم تنوع وايد جميل بالنسبه للسلاحف البحريه. كذلك عندهم السلحفات اللي هو صقريه المنقار الهوكسبل موجوده بكثره عندهم هناك. المايكرو متنوع يعني عندهم شيء لا يوصف من المايكرو، خاصه في النايت دايف الغوص الليلي راح تشوف كائنات صغيرة متنوعة بشكل جدا كبير. هذه بيئاتها، شوف الشعاب المرجانية شلون مو متكسرة سليمة، يعني مكوناتها بكل حذافيرها لم يمسها أي إنسان أو ضرر بيئي. نروح على مصر. لا زالت البحر الأحمر خصوصا الشواطئ المصرية من أجمل الأماكن اللي غصتها بحياتي. أنا غصت كثير من الأماكن بالعالم، لا زلت أي شخص يسألني يقول لي أبو عبد الله أنا بروح أغوص، أقول له إذا بتغوص غوص جميل وفايف ستار الخمس نجوم روح مصر. ليش؟ الجماعة هناك عندهم خبرة مجال طويل من ناحية تجهيز القوارب، انت تطلع بقارب كبير مجهز بالكامل للغوص، في كومبريسر، في كل معدات السلامه، بالاضافه انه في بوفيه. فعكس لما تروح اسيا او الدول الثانيه عندهم القدره ولكن ما عندهم القناعه انهم ينفذون مثل هالمشاريع هذه، فتلقى تروح في السبيد بوت قارب سريع عشان تغوص، تركب بالقارب السريع متعب قعدته بالتانكي بمعداتك الغوص التصوير غالية، انزين بقارب صغير انتو 5-10 ايا كان، فتكون الرحلة متعبة، تروح تغوص تطلع تصعد ترجع مرة ثانية، عكس شرم الشيخ او مرسى علم تصعد بمركب كبير تقدر لو انت تعبان تبي تنام تقدر تنام طول فترة الرحلة، بس توصل يقعدونك تفضل انزل تحت الماي، ترد تصعد يقولون لك تفضل رد نام ريح لغايه ما نوصل المرفأ اللي احنا بنرجع له. ف
الخدمه عندهم وايد جميله، بالاضافه ان تحت الماي اجمل. هذه من المشاهدات اللي تشاهدها انزين ما تقدر تشوفها باي مكان يعني تتخيله. فهني راح يعطونك المجال انك تغوص وانت مرتاح. طبعا الصور اللي راح تشوفونها اغلبها انا غواص تكنيكال ريبريذر، فراح تشوفون العده هذه تختلف، خاصه اخواني الغواصين راح تشوفون معدات شويه تختلف عن اللي تغوصون فيها. العده هذه انا اخذت الكورس هذا بس عشان التصوير. الغوص في المعدات اللي هو الدائره المقلقه الكلوز سيركل يعطيك امكانيه انك تجرب على الكائنات البحريه بشكل مباشر. فليش؟ لان اول شيء ما عندك فقاعات، الفقاعات قاعد تسبب اصوات وفقاعات تطلع منك، فلما تقرب على الكائنات تبدي تبعد عنك. عكس اذا كنت سايلنت، اللي مو زين فيها ان لما تنزل اللي على السيرفس ما يدرون وينك، خلاص انت بالنسبه لهم اختفيت، ما 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 في اي شيء يطلع من القاع الى السطح كفقاعات، فما راح يعرفون انت وين رحت لغايه ما تطلع. بس الجميل انك انت مستمتع، ما تحس، انت ما تحس بصوت الفقاعات، بالاضافه انك تقدر تقعد وقت اطول، وزن اخف، السيفتي اكثر. في ناس وايد يقول لك لا مو سيفتي، لا هو سيفتي. اذا انت قاعد اخذت الكورس بشكل صحيح وامن راح تغوص بغوص ممتع. انا نزلت بالمعدات هذه الى 90 متر زين، شفت شغلات التوماس كانيون، شفت شغلات يمكن يعني لو اوصفها لكم تقولون لي مستحيله. للاسف ما عندي صور، ان شاء الله بالمستقبل اللي يتابعني راح يشوف بالموقع عندي بالانستغرام في صور لتوماس كانيون اللي في صخره بين الكانيون كانها كره كذي طايحه من السماء، ما يدرون شنو تفسيرها، ما عندهم اي تفسير. صخره مدوره كذي صايره بين الكانيون، القواصين يطوفون تحتها على 70 متر، مو اي واحد يشوفها. مثل هالمنظر هذا هم كذلك اذا انت مع المعدات التنفس الذاتي اللي هو الكلوز سيركل راح تقدر تدش بين البراكوده. البراكوده وايد غواصين يقول لك لا تجرب يمها، تيك على الانعكاس. وهذا النادر نادر. اليوم دائما احنا ننظر الى السلبيات اكثر من الايجابيات. كم واحد لما يقول لي الشارك اسماك القرش قاعد يعضون الغواصين، قول لي كم واحد عضته سمكه قرش، كم واحد الحاشيه البراكوده، ينعدون على اصابع بالعالم يعني كله. بالمقابل حوادث السيارات اكثر، حوادث الكثيره من كائنات حيه ثانيه اكثر، اكبر معدل للوفيات اليوم سبب الباعوضه بالعالم، مش الويل شارك او الجريت وايت شارك او اي ثاني، باعوضه تشوفها باي مكان بالعالم، هي اكثر معدلات الوفيات بالعالم. فدائما احنا نتهم الاسماك والامور هذه في شغلات ما لها شغل. الالوان عندك مع الفلاش راح تستمتع في اللي هو الكائنات هذه والوانها. فدائما فكر انك تطلع عن المألوف في مجال التصوير، دائما اخذ لك زوايا مختلفه عن اللي انت تشوفها. التغذيه البصريه وايد مهمه للمصور، شوف صور كثر ما تقدر، شوف صور. كل ما شفت صور انت قاعد تغذي نفسك في اللي هو التغذيه البصريه، راح يكون عندك زوايا افضل بالمستقبل، فكر افضل لاتخاذ اللقطات الجميله. في كثير من الشغلات راح تاخذها مو عن طريق محاضره، راح تاخذها عن طريق انك تشوف صور وتطبق، تشوف صور وتمارس عملية التصوير. كذلك هذه أنا تعمدت إني أحطها، شفتوا البلانكتون هذا، النقاط البيضة هذه. هذه النقاط البيضة أغلبها أسبابها سوء توزيع إضاءة. سوء توزيع الإضاءة هو السبب في اللي هو ظهور النقاط البيضة. وبعض الأحيان يكون وجودها بشكل كبير،
ولكن أغلب الصور المايكرو إذا طلع عندك البلانكتون هذا معناته إن في عندك سوء بتوزيع الإضاءة. دائما بعد الفلاشات عن الكاميرا، لا تخليهم قريبة على الكاميرا. ليش؟ لأن هذه النقاط هذه موجودة بكل مكان. إذا كانت إضاءتك جانبية وضرب الفلاش، الانعكاس هذا راح يكون بالجنب، فما راح تكون نقطة سوداء بالنسبة للكاميرا، فما راح تبين بصورتك. ولكن إذا كانت الإضاءة مباشرة على البلانكتون، راح ترجع لك النقاط هذه إلى الكاميرا، وراح تبين عندك إنها اللي هو الباك سكتر كنقاط بيضاء. تقدر تعالجها عن طريق اللي هو البرامج معالجة الصورة، الفوتوشوب مثلا، ولكن تقدر أنت تعالجها في أخذ اللي توزيع الإضاءة الجيد اللي هو عملية التصوير. هذه الشعب المرجانية أنا صورتها على عمق 50 متر، يعني تقريبا بعد 60 صعب أنك تلقى شيء مثل هالشغلات هذه بالألوان هذه، يعني خلاص يكون كله صخور وطحالب أغلبها. ولكن كخمسين متر تقدر تشوف السوفت كورلز بشكل كبير. هذه الديستل غورم في شرم الشيخ، من البواخر اللي تعتبر يعني متحف تحت الماء. باخرة هي باخرة بريطانية قصفها الطيران الألماني في 1945 وغرقت وظلت يعني كأنها متحف، تنزل داخلها الدبابات وسيارات ولبس للجنود وكثير من يعني كأنها متحف تحت الماء. هذا مدفع الخارج السفينة، خليت الغواص يكون يمع أساس إنه يكون في مقارنة بحجم الحجم المدفع يم الغواص. المانجو مانس اللي هو الأوشينك وايت تيب، هذا صديق الغواصين على السطح، دائما إذا جينا وإحنا طالعين، طبعا وإحنا نازلين نشوفه بس ما إحنا يمه، يعني ما نعير له أي اهتمام. ليش؟ لأنه ورانا غوصة عمق فننزل، وإحنا طالعين يستقبلنا ينطرنا يلف حوالين المركب، ودائما يكون على أعماق 3-4 أمتار فيلف علينا كأنه يحيينا. من الأسماك اللي جدا جميلة، من فترة يمكن الغواصين إخواننا الغواصين شافوا الحادث اللي صار مع الغواص اللي في في مرسى علم. فبعد التحقيقات لقوا أن الغواص كان قاعد يعطي أكل، فهذه المشكلة دائما لا تتدخل في اللي هو النظام الغذائي للأسماك هذه، واللي هو يعني لا تجيب لها أكل عشان تجربها لك، خلها على طبيعتها. لأن أنت لما تمسك الطعم اللي بتعطيه القرش، القرش راح يشوفك أنت بالكامل طعم، ما راح يشوف الطعم اللي بيدك، هو شام ريحة شيء ميت أو أكل، فما راح يشوف هذا إن هذا الطعم، راح يشوفك أنت بالكامل طعم بالنسبة له، فراح يجي يعضك بأي مكان، لأنه هو خلاص عرف إنه في فريسة أو في طعم لازم يأكله. فدائما تحذروا إن ننزل معنا أكل حتى لو يكون بسكوت ولا خبز، أنا ما أيد. ليش؟ في كان عندنا مكان في جزيرة، للأسف أحد المراكز كان ينزل الغواصين يجيب لهم جبن وخبز عشان السمك يقرب عليهم. فأحد الدورات كانوا جايبين معاهم الناس يتدربون، ومن بينهم السيدة ولكن تخاف من الأسماك، فيوم بلشوا الخبز وهذا تجمع عليهم الأسماك، حاشتها رهبة، فاضطرت أنها تطلع وعفست الدنيا، يعني خربت الدنيا والبرنامج كله. ليش؟ لأنها تخاف من الأسماك. فدائما لو السمك على طبيعة يمر عليها من بعيد ويخاف وهذا ما في مشكلة، ولكن هذا السمك لأنه خلاص لما يشوف الغواصين راح يشوفهم منهم مصدر للأكل، فخلاص تلقى حتى بعض الأحيان يدعم الغواص. فدائما الشغلات هذه المفروض أنه ما نمارسها، نخلي الطبيعة على طبيعتها. اللي يستثنون من الشيء هذا هم الناس
الأكاديميين اللي يعملون أبحاث ودراسات على بعض الشغلات يكون مضطر إنه يعمل مثل هالشغلات هذه، ولكن بهدف البحث العلمي وليس الترفيه أو الاستمتاع. هذه أحد الصور اللي كنت أصور بالفلاش، ولكن مع كثرة التصوير البطارية كانت ضعيفة، فطلعت عندي سلوت ولكن جميلة، أجمل من أن تكون بالألوان، خاصة أن كان في غواص. الغواص إذا كان مع الفلاش راح يبين التانكي ويبين البي سي دي وهذا، فالسواد هذا أعطاني جمال أكثر بالنسبة لي للصورة هذه. السلحفات صغرية المنقار كذلك جدا جميلة. طبعا إذا نتكلم عن مرسى علم لازم نشوف اللي هو الهامر هيد، القرش المطرقة. القرش هذا دائما يتواجد على 40 ونازل، فإذا تبي تشوفه أنت لازم تكون غواص أدفانس وتنزل على 40، ولما توصل على 40 أنت المدة الزمنية لك للغوص جدا بسيطة جدا بسيطة، وراح تطلع بالديكو والسيفتي والأمور هذه كلها. وإحنا ما عادة أن الغواصين ينزلون مثل هالغوصات كفن، للأسف نلقى واحد مثل هذا تحت الماء، احنا واقفين على 40 يجازف بنفسه ينزل عشان يشوف القرش المطرقة، ويريت انه يكون مجازف بنفسه علشان شيء يعني منه فايدة. هو بالنهاية ما عنده كاميرا ولا عنده اي شيء، يعني بعض الاحيان نقول والله يمكن نزل ياخذ له صورة، خطأ. ولكن هني مثل القواص هذا نزل من غير اي مبالاة لعمق ما كان يحتاج انه ينزل. شرم الشيخ ساعات تمر عليك غابة من الأسماك فجأة كذي، وانت قاعد تمر عليك هذا اللي هو سمكة البقبقاء اللي هو البارت فيش. هذه السنة أو الرحلة اللي رحت لها شفت أكبر كميات سمك شفتها بحياتي في راس محمد، البارت فيش، البات فيش، كثير من الأسماك كانت تمر علينا بكميات ضخمة، فكان الموسم لهجرة الأسماك وتكاثرها. فساعات لازم تسجل عندك اللود بوك، سجل الغوصات يكون مهم. كثير من الغواصين اليوم ما يسجل الغوصات الخاصة فيه، بس لما تسجل أنت عندك التاريخ السنة الأمور هذه تقدر تعيد مثل هالمشاهد، لأن أنت عندك تدري التواريخ هذه التغريبية للمواسم هذه. فتسجيل الغوصات جدا مهم عشان ترجع في التاريخ إلى المواسم أو الهجرة الأسماك هذه. فدائما أحرص أني أسجل شو اللي يصير معاي بكل قوصة وكل رحلة بدقة التفاصيل، عشان بالمستقبل تقدر ترجع لي اللي هو التفاصيل هذه كاملة. أنا دائما المايكرو تقريبا مقل شوية فيه، بس بعض الأحيان أستمتع. ليش؟ مصر بالذات أو بشرم الشيخ بالذات إذا بتروح بتصور مايكرو لازم تاخذ البرايفت جايد وياك، لازم تاخذ شخص الدليل لك تحت الغوص تحت الماي خاص لك، يعني الجروب الباجي كلهم يروحون بصوب وانت قاعد بصوب. أنا دائما هذه مكلفة أكثر ولكن أريح لي، خاصة إذا بصور مايكرو أنا أخذها سواء كنت أصور مايكرو أو وايد أنجل. ليش؟ لأن غالباً يحددون نقطة النزول ونقطة الخروج، فعادة تكون 300-500 متر المسافة. لما تنزل مايكرو تأكد وكيف تدرون أنك ما راح تتعدى حتى العشرة متر وتطلع من نفس المكان اللي أنت نزلت فيه. ليش؟ لأن كل سنتي إذا ما بيبالغ يعني، أو نقول كل 10 سنتي راح تلقى لك 50 موضوع داخل قطعة صغيرة من الشعب المرجانية. سبحان الله راح تلقى كثير من المكونات وكثير من الكائنات الحية اللي تستمتع بمشاهدتها وتستمتع في النظر لها وتصويرها. هذا الوضع العام يعني في هذه في إليفنستون في مرسى علم. الشعاب المرجانية لا زالت على وضعها، الشعاب المرجانية الأسماك بكميات كبيرة،
فبالفعل راح تستمتع. يعني هذه من ضمن رحلة سفاري أسبوع، تطلع تلف على ثلاث جزر، أربع جزر بالبحر الأحمر، من أفضل الأماكن ديدلس وبراذرز والإلفن ستون. هذه الأماكن من أفضل الأماكن للغوص اليوم. يعني الإلفن ستون عاشر أفضل مغاص بالعالم مصنف، فهذه الأماكن لازم تزورها. إذا تبي تعرف عن الأماكن الثانية لازم تطلع على المواقع الغوص وتشوف شنو الأفضلية. اللي يحبون تصوير المايكرو ويبون يروحون مصر، خلي يروح دهب، تنزل من اليال تستمتع، وما يحتاج انك حتى تاخذ دليل للغوص. بدهب اذا تنزل من عند الفنر الخاص المراكز الغوص، اذا انت مع زميل لك جاي وعندكم معدات غوص وكل شيء، تأجر منهم المعدات وتنزل شالو غوص. يعني ما فيها عمق، تقريبا اقصى عمق توصل له 10 امتار، وتشوف الحصان البحر، نجم البحر، كثير من الكائنات الحيه الجميله، وتستمتع. يعني كغواصين مايكرو انا ايد يروحون دهب اكثر من انهم يطلعون سفاري. او يعني انا دائما اقول اللي بيطلع سفاري حتى لا ياخذ مايكرو وياه. ليش؟ لان اغلب النزلات الغوص راح تكون من ضمن مجموعه وملتزمين مع بعض انهم يغوصون ويا بعض، فما راح يمديك، ما راح تستمتع في اخذ صور للكائنات الحيه الصغيره. فاذا تبي تستمتع لا، قوس من الشاطئ الى البحر، افضل لك تاخذ لقطات مايكرو وايد جميله. هذا كذلك احد الاسماك، هذه من الاسماك اللي فيها شوك سام، ولكن احنا قاعد نقرب عليها حتى 5-10 سنتي، مو قاعد تأذينا، ولكن لما تمسكها او تحط يدك عليها هني راح يعني راح تتأذى، لان هذا الشوك كله سام اللي دار مدار جسمها وعند زعانفها. عندهم مكان جميل اسمه شاطئ ابو دباب في مرسى علم، جدا جدا جميل. ليش؟ الشاطئ هذا كل القاع ماله اللي فيه اللي هو عباره عن الحشائش البحريه، فالسلحفات الخضراء هي تاكل من الاعشاب هذه، الاعشاب البحريه، فتلقاهم ساعات تلقى 5-6 سلاحف قاعدين بالقاع ياكلون، وكل شوي تطلع واحده تتنفس وتنزل، فمنظر جدا جميل. فهذه واحده من الغوصات اللي نزلتها، فوايد صور مكرره، وايد صور مكرره وانا غايص، فقلت خلنا اغير شويه من الستايل التصوير. ف بالفعل السلحفات جدا بطيئه، فما راح اقدر اصورها بانينج مع التصوير مع تحريك الكاميرا. فسويت نزلت بالشتر لغايه 15 جزء من الثانيه، ولفيت وانا اصور الف الكاميرا بالشكل هذا، فطلعت عندي اللقطه هذه، لان الفلاش قاعد يثبت على اخر مع التسكيره يومض، فيثبت لي الموضوع نفس ما هو. فهذه الحركه نقدر تطلع انت افكار من عندك، تقدر تاخذ افكار من اللي هو مجلات الغوص، مواقع التصوير، هذه كلها تقدر تاخذ افكار للتصوير. هذه وهي صاعده تاخذ النفس فوق الماي وهي نازله، اخذت لها الصوره هذه كانها طايره بتطير. السودان، في احد راح السودان؟ غاص بالسودان؟ السودان كذلك امتداد للبحر الأحمر. الميزة السودان الشارك. مصر للأسف لأن فيها منطقة سياحية، فالشاركس يبدي وخر ينزل للأعماق أو يبتعد على الأماكن، يروح الأماكن اللي ما فيها ناس، ما فيها نشاطات إنسانية. السودان كل نزلة كنا على الأقل نشوف لنا 30-40 الشاركس بانواعه، سواء كان الجري ريف اللي هو القرش الرمادي والقرش الزعنفه البيضاء والبلاك تيب اللي هو الزعنفه السوداء. فاستمتعنا في مشاهده اسماك القرش على اعماق جدا بسيطه، بعض الاحيان نلقاها حتى على 5 متر، خاصه الزعنفه البيضاء.
بالإضافة إلى أن كانت رحلة جداً برايفت وما كان في المراكب للغوص الأيامها كثيرة، فالمركب كان جاينا من جيبوتي إلى السودان، وصعدنا من بورت سودان طلعنا إلى السفاري اللي كان مدتها 15 يوم. فجداً استمتعنا، غصنا على الركات اللي هناك، غصنا على تقريباً أغلب الجزر اللي بالسودان. جداً مكان جميل، ولكن ينقصه إلى الخدمات الخاصة بالغوص. الفترة الأخيرة من سنتين تقريباً سمحوا في المراكب الخاصة في مصر أنها تدخل السودان وتسوي اللي هو السياحة البيئية. فأتوقع الحين متاحة أن أي واحد يقدر يطلع من بورت سودان يكون المركب المصري، ولكن المرخص عن طريق الحكومة السودانية باللي هو رحلات الغوص. هذه البيئة تحت الماء جدا جميلة كذلك، لم تتعرض إلى أي تلوث أو أي التدمير من قبل الناس، فتلقى الشعاب المرجانية سليمة، الأسماك فيها لما نشوف الإنسان تستغرب تطلع، عادة الأسماك تنخش، هني لا، الأسماك يعني جدا ماخذ راحتها وقاعد تسبح وإحنا نسبح بينهم، مع أن المعدات كانت اللي هو المعدات العادية اللي مع الفقاعات، ولكن ما كان لها أي ردة فعل من الخوف. من كثر ما بلشنا نصور القرش هم كذلك قمت أصورهم بانينج والشغلات هذه. ليش؟ لأن إذا صاروا وايد خلاص أنت تمل من الصور الاعتيادية، فتبدي تفكر تطلع عن اللي هو التفكير العادي وتبدي تطلع صور شوية مختلفة. الأساس بالتصوير الفلاش تحت الماي، دائما الأساس هو الإضاءة، فدائما استخدم الإضاءة تحت الماء. هذه أحد الجزر، صعدنا على الفنر الخاص في إرشاد السفن على ارتفاع تقريباً 20 متر عشان نصور الجزء من الجزيرة مع المركب الخاص فينا اللي كنا طالعين عليه. الساعات نقرب على الشعاب المرجانية نلقى كميات رهيبة من الأسماك، لدرجة أنك ما تدري شلون تصور، ما تدري شلون راح تاخذ الزاوية الخاصة في التصوير من كثرة الأسماك. المايكرو هم كذلك يعني تستمتع بحجم الأسماك الصغيرة لما تنخش بين الشعاب المرجانية عن الأسماك الكبيرة. يعني هذه الأسماك تقريبا طولها 2 سنتي تقريبا 3 سنتي بالكثير. التوثيق الحياة الشعب اللي هناك، توثيق الصيادين، يمكن تطلع بتقرير لمجلة بيئية، لمجلة عن الغوص، تنشرها بالمستقبل للرحلة اللي انت قمت فيها. دائما لا تفكر انك بس تبي تصور تحت الماء، اخذ لك صور برا الماء، اخذ صور لنفسك، حاول توثق التيم اللي معاك المركب. كثير من الشباب لما يسافر يوريك كل الصور تحت الماء. زين، شنو الوضع فوق الماء؟ عطني من خبرتك، عطني من الرؤية اللي انت شفتها. ما في شيء. ليش؟ لانه كان مركز على التصوير تحت الماء. دائما ركز على الحياة من حولك اذا كنت رايح الغوص. ساعات اذا نظرت للافق تشوف شغلات انت ما كنت مفكر فيها. فدائما حرص انك تنقل صورة كاملة عن رحلتك على الاقل كمرجع لك. عندنا في الكويت مركز اسمه مركز الدراسات والبحوث. المركز هذا أنشئ من اللي هو عن طريق الحكومة عشان يجمع بس الداتا بيس الخاصة، المعلومات الخاصة في البحارة القدم. فأغلبهم الربابنة اللي كانوا يطلعون في السفن الغوص كان عندهم مذكرات يومية يكتبونها. فالمذكرات هذه قدروا مركز الدراسات والبحوث إن يجمعونها ويسوون منها كتب اسمها رزنامة. لما أنا اقتنيتهم كلهم، لما أقعد أقرأ أحس أني رجعت للماضي 60 و70 سنة و100 سنة. ليش؟ لأن هذا الشخص كان يوثق كل مشاهداته من غير صور. الكتب هذه من غير صور،
كان يعني من أهمهم اللي هو سيف مرزوق الشملان الناخذه عيسى بشاره، كان يوصف طلعة اللنج الخشب الشراعي من الكويت إلى الهند، يذكر لك شواطئ المملكة، الإمارات العربية، البحرين، دول، وهو مار عمان، يذكر أصبحنا الصبح مرينا على جبل في منطقة عمان، يذكر لك بحذافيرة، يذكر لك أهل المنطقة. هذه كلها داتا، المعلومات لو مو كاتبها كنت أنا ما قدرت أقرأها. كذلك أنت اليوم كمصور تقدر تنقل الصورة هذه إلى أجيال راح تجي من بعدنا. فشنو راح نترك إحنا من ورانا؟ هذا السؤال الأهم. شنو البصمة اللي أنا راح أتركها كمصور كغواص؟ هذا شيء وايد مهم. اليوم المفروض يكون في عندنا مكان يجمع حتى اللوت بوك الخاص بالغواصين. هذا تاريخ، هذا تاريخ. اليوم احنا نذكر الشعاب المرجانية، يمكن بعد 20 سنة ما في شعاب مرجانية. اليوم احنا نذكر نوع من اسماك السمك، من الاسماك، بعد يمكن كم سنة يمكن ينقرض. فهذه كلها لابد انها تجمع بالمستقبل، ان شاء الله يكون في لها يعني جهة تجمع مثل هالشغلات كمستقبل حق الاجيال القادمة. فدائما احرص انك توثق كل شيء انت تشوفه من خلال رحلتك. اليمن سقطرة كذلك من أجمل الجزر اللي رحت لها بحياتي. كنت مدعو عن طريق اللي هو البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكنت طالبيني أن يكون باحث من ضمن التيم اللي هناك. فرحت هناك تقريبا 20 يوم قعد، بس بالنهاية ما كنت أقدر أقعد أكثر من 20 يوم. آخر اجتماع قعدوا وياي قالوا لي يعني كنا نتناقش شو اللي ناقص الجزيرة، شنو هذا. فقلت لهم شيء مضحك من خلال نظرتي البسيطة للجزيرة. قالوا لي شو اللي ناقص هالجزيرة؟ قلت لهم بصراحة ناقصها شيء واحد. فقالوا لي شنو؟ قلت لهم ديناصورات بس. بالفعل كأنك راجع بالزمن إلى آلاف السنين، من أشجار، من كائنات، من بيئة لم ما مسها الإنسان، أرض ما تشوف فيها يعني تأثير للإنسان. فكان جدا جميلة. بالإضافة أن كان عندهم كائنات حية لا زالت موجودة بس بالعالم كله، لا زالت موجودة إلا في سقطرة، وتم تصنيفها سقطرة، ولا زال التصنيف موجود إنها تعد من التراث العالمي للأرض وليس للمنطقة. يعني في مناطق تعد تراث عالمي لآسيا أو لأفريقيا، هذه للأرض، للكرة الأرضية، تعد من التراث العالمي، إنها ممنوع أن يتدخل فيها الإنسان، وممنوع كثير من القوانين حطوها كأمم متحدة للحفاظ على الجزيرة هذه. فلما تروح أهلها لا زالوا يتكلمون لغة صعب أي واحد يتكلمها، يتكلمون اللغة الحميرية القديمة. فإحنا بالسابق لما نشوف أخواننا اليمنيين لغتهم وطريقة كلامهم السريع، إحنا كعرب صعب إن نصيد بعض الكلمات منه. كانوا ويانا أخواننا اليمنيين هناك، يوم رحنا سقطرة لما يتكلمون أهل سقطرة مو كلهم يعرفون لغتهم. فسألتهم قالوا لي يتكلمون اللغة الحميرية القديمة، خاصة الشياب الكبار بالسن. عندهم شجر اسمه شجر دم الأخوين، هذا لا يوجد بالعالم هالشجرة هذه إلا في السقطرة. حاولوا يتزرعونها في كذا مكان في العالم ما نجحوا. والقريب أن هذه الشجرة مصنفة أنها من الحشائش وليس من الأشجار على شكلها ومنظرها، ولكن تم تصنيفها من الحشائش. ليش؟ لأن داخلها ما فيها اللي هو المكونات الأشجار الأساسية، داخلها يكون نفس الفلين، لما تم قطعها اللحاء مالها هو مادة نفس الفلين، فما يقدرون يعرفون السن الافتراضي لها. تحت الماء اللي كان اللي ماسك الغوص فيها اللي هو المنظمة إيطالية، العفو ألمانية، رصدوا هناك الجريت وايت شارك بالجهة الجنوبية للجزيرة، القرش الأبيض العظيم، رصدوه في اللي هو الجهة الجنوبية من جزيرة سقطرة.
طبعا هناك بكل مكان تنزل تلقى اللي هو اللوبستر بكميات كبيره لدرجه انهم يصدرون للخارج اللوبستر. الجروبر كذلك الاسماك هذه بكميات كبيره. المايكرو فيها جدا جميل. يعني كل مكان تروح تغوص تلقى فيها كائنات حيه بشكل كبير. هذه الكريسماس تري النوع من انواع اللي هو الحلزونيات تعيش بين الشعاب المرجانيه. امريكا جانب ثاني من البيئه البحريه. انا حرص دائما احضر بعض الاجتماعات الخاصه منظمات الغوص، فدام اني واصل امريكا دائما احرص كل سنه اني اغوص على شيء جديد ما غصته. فالمنتي هذا او الديغونغ، هو في فرق بين المنتي والديغونغ. الديغونغ هو اللي يعيش بالبحر، المنتي يعيش بالمياه الحلوه ويكون ذيله دائري المنتي، والديغونغ يكون ذيله نفس ذيل السمكه. ففي فرق بينهم، هذا يعيش بالمياه الحلوه. رحنا كتغيير وتوثيق بنفس الوقت. طبعا الفضول يجيك يلزق بالعدسه يلزق فيك يعني، وممنوع انك تمسكه. يقول لك اذا هو جاء عندك اوكي، بس لا تحاول انك تلحقه وتضايقه. فهذا كان صغير بالعمر، فالظاهر كان يشوف الانعكاس الخاص فيه بالعدسه فيلزق كذي وقعد هني. هذا الصغير ويا الام، كانت تجربة حلوة بس الماي كان جدا بارد. هذه الابتسامة الحلوة. هذا المكان في جوبيتر بفلوريدا. نزلنا كنا نبي نشوف التايجر شارك، بس للأسف يعني شفناه بس كان وايد بعيد، فتقريبا 10-15 متر وما كان راضي يجرب علينا. فهذه الأسماك اللي شفناها هني. هذا كان الوضع العام، كل مكان يريور الشباب المصورين. فحلو انك تغوص ويا مجموعة كبيرة من الأسماك الغرش، خاصة إذا كانت كبيرة. يعني هذا الواحد كان طوله تقريبا متر ونص مترين. فتغيير، بالإضافة انك تكسر الرهبة وتثبت للناس ان اسماك الغرش اليوم مو مثل ما يتكلمون الافلام الاكشن، مو الافلام الوثائقيه، الافلام الاكشن. احد الناس المختصين في دراسه ورصد القرش الابيض سالوه، قالوا له كم مره بحياتك شفت القرش الابيض؟ فقال لهم مو اكثر من 100 مره. مو اكثر من 100 مره. هذا شخص افنى حياته على انه يدرس القرش الابيض ويتابع وكل شيء. انزين، وقدم بحوث كثيره يركبون على اجهزه وبعدها ما يشوفونه الا بعد سنه او سنتين. فتخيل انت كغواص تقول لي القرش الابيض ويهاجم ويذبح وما اعرف ايش، كله من فيلم تم تشهير له انه يبون يعني يسوقون له، اللي هو فيلم جوز. ف اظهروا اسماك القرش انها اسماك عدوانيه بشكل انه يعض المركب ويكسر فكثير من الشغلات الغير صحيحه انتقلت عبر اجيال كثيره. يعني دمروا او عطوا فكره سيئه لدرجه ان في بعض الدول اذا شافوا القرش لازم يذبحونه، مع انه هو ترى مفيد للبيئه، وهو جدا جدا مفيد. يعتبر اسماك القرش تعتبر من الاسماك القمامه اللي تحافظ على التوازن البيئي. قاعد تاكل الاسماك الضعيفه بالاضافه الى الاسماك الميته اللي بالقاع. فهذه لو تظل نفس ما هي تنقل امراض، تنقل الاجناس الضعيفه كاسماك، فشوي شوي تبدي تضعف الفصائل هذه وتبدي تنقرض لو ما في اسماك قرش. فكثير من الشغلات هي عبارة عن سلسلة، إذا انفقدت راح نفقد كثير من الشغلات وياها. كذي أنا أكون خلصت كشرح
بشكل كامل. أنا أعتذر إذا طولت عليكم. فنقول إذا في أي سؤال، في أي استفسار، أنا جايب لكم الهاوزنج هني، هم اللي بيسألني عنه، اللي يبي يجرب، يبي يشوف أي شيء، اللي يبي يسأل بس يحط ياخذ المايك عشان الإخوان الترجمة داخل. السلام عليكم. عليكم السلام. جرب عليك. أوكي. زين. أسألك بس عن صور الطبيعة، صور الوايد أنجل. تمام. زين. كيف تقدر تطلع الألوان في البداية وفي النهاية؟ حلو. السؤال وايد مهم. بالنسبة للوايد أنجل، أنا مثل ما قلت لكم أستخدم التي تي إل فلاش. التي تي إل فلاش هو يعطيك التوافق كامل مع فتحة العدسة وسرعة الشتر والآيزو. بالإضافة أني إذا بصور الفيش آي أو وايد أنجل أزيد على الفلاش 2 ستب أو 1 ستب أساس أنه يعطيني قوة أكبر. المشكلة أن الجدام بيطلع أوفر يعني. لا ما يطلع أوفر إذا أنت موزع إضاءاتك عدل. إنزين ما يطلع أوفر. دائما إحنا هم عندنا مشكلة نواجهها في توزيع الإضاءة. أفضل طريقة لتوزيع الإضاءة اقعد بالبيت قبل لا تغوص، لا تشغل الفلاشات. أول شيء عشان تعرف زاوية الفلاش، أنا بوريكم شغلة. ممكن يكون عندنا شيء ثاني. في عندنا الحين هني ليتين، تمام؟ عادة الليتات تعطيني دائرة، شوفها تعطيني دائرة، شوف الدائرة صارت الحين هني. دائما حاول انك تبعد ليد وتجربهم على بعض، راح تلقى الدائرة صارت مستطيل. الدائرة صارت كأنها مستطيل عود. أغلب اللي يصورون يا تلقى حاط له قاب كذي بالشكل هذا فيكون في فراغ أسود بين الفلاشين، أو يكون بالشكل هذا دائرة واحدة. فأنت عندك فلاشين، فدائما لا تخليهم دائرة واحدة ولا تخليهم مفترقين وايد. فدائما حاول يكون عندك مستطيل كبير من الإضاءة عشان يكون متوزع بشكل كامل إضاءتك. فهني أنت تكون نجحت في توزيع الإضاءة مع الوضع بالحسبان أنك تبعد الكاميرا عن الفلاشات عن الكاميرا. فهني راح تأخذ زاوية أوسع في من خلال توزيع الإضاءة. هذه نقطة وايد مهمة. فإذا وزعتها بشكل صحيح هني راح توخر التركيز، لأن شوف كل ما قربتهم على بعض زاد التركيز، كل ما بعدتهم عن بعض يقل التركيز. فهني توزيع الإضاءة وايد مهم. بالإضافة أنك أنت دائما إذا بتصور مساحات كبيرة وتبي تغطي مساحات كبيرة من الإضاءة زيد على الفلاش، ولا تصور إلا بصيغة رو. الجيبك هذا لا تصور فيه، ما ينفع. دائما صور بصيغة الرو. الأحمر تدرون ليش؟ حق النايت. أغلب التصوير بالليت الأحمر إحنا نستخدمه حق النايت، لأن أغلب الكائنات الليلية تبدي تنحاش من الليت الأبيض. فلما تشب الليت الأحمر ما راح يكون في درجة حرارة عالية ضوئية، فيظل نفس ما هو. فأفضل طريقة اللي هو الليت الأحمر حق النايت أفضل. بالإضافة أن هذا أنا أستخدمه حتى بالنهار. ليش بالنهار؟ أستخدمه كفوكس لايت. ساعات يكون في زوايا مظلمة، إذا جيت باخذ فوكس، الفوكس ما يمسك بسرعة. ليش؟ لأن قلة ضعف الإضاءة فيها بالمكان هذا. أنا عندي فلاشات بس الفلاش راح يشب وقت التصوير فقط، فأحتاج أني أخذ فوكس للنقطة اللي أنا أبيها. فمع الظلمة راح يكون صعب على الكاميرا انها تاخذ اللي هو الوضوح. فلازم يكون عندي اللي هو فوكس لايت بشكل صغير مثل هذا يوفي بالغرض. تمام. في اي سؤال ثاني تعطيني المايك. السلام عليكم. بس عندي انا سؤالين. امر. السؤال الاول، انا اللي استخدم ما استخدم فلاش، استخدم الفيديو لايت أصور في تصوير عادي. تمام.
انت قلت لي انك قلت لا تصورها، بعرف ليش زياده. السؤال الثاني، الحين انا اطالع ناس ما قاموا يستخدمون البروفيشنال، اشوف ناس قاموا ينزلون تليفونات يصورون صور خيالية، حلو، يحطون كيس على التليفون وصور واو، شو تنصح؟ ممتاز. الأول شيء الإضاءة العادية اللي هو إضاءة الفيديو زينة، بس ما راح تعطيك كواليتي الإضاءة اللي أنت تبيها للتصوير الفوتوغرافي. إضاءة الفيديو اللي هو الإضاءة المستمرة إضاءة زينة لتصوير الفيديو وزينة لتصوير بعض اللقطات الفوتوغرافية، ولكن على مستوى الإضاءة الجيد والكواليتي العالي للصورة ما راح تعطيك الإضاءة اللي أنت تبيها كمصور فوتوغرافي وليس فيديو. بالنسبة لتصوير الموبايل والكاميرات الصغيرة، أنت يعتمد أنت ليش تبي تصور. هل أنت مهتم في مثلا على سبيل المثال عبد الله مشوح، الشخص يعني رحالة ويصور للسوشيال ميديا، فما يهمه كواليتي الصورة ولا يهمه الألوان، فهمه توثيق اللحظة فقط، فمو محتاج كواليتي عالي ولا محتاج الإضاءة العالية. بس لما نتيلة تقول له والله أبي اللقطة الفلانية أبي أسويها بوستر، إيش راح يسوي؟ ما راح ينفعك. أنا شفت لقطة عند سين من الناس يصور بموبايل أو بجوبرو أو أي كاميرا صغيرة، الصورة حلوة للإنترنت، للإنستغرام، فيسبوك، ممتازة، مليون واحد حط لها لايك، ولكن أنا اليوم الصورة هذه أبي أعرضها في مكان راقي، مكان جميل، تكلم عن فن التصوير، راح تتفكك الصورة. فهني المشكلة، فلازم ترجع إلى كاميرا ذات جودة عالية. حتى اليوم الكومباك قاعد تنافس الكاميرات الدي اس ال ار، الميرورلس كذلك قاعد دشت بقوة في المجال هذا، والعالم قاعد تتجه له، ولكن انت لازم تختار الكاميرا، انت لازم تعرف ليش انا بصور. هل انا هاوي؟ هل انا بتجه الى المجال الاحترافي؟ لازم انت تعرف. انا لما يجيني واحد يقول لي ابو عبد الله ابي اصور تحت الماي، اول سؤال اساله اقول له ليش؟ يقول لي والله بستانس، بوري الاهل، بوري اصدقائي الصور وهذا. اقول له خذ لك كاميرا صغيره توفي بالغرض، جو برو، اي كاميرا صغيره. إذا قال لي مثلاً والله قاعد أفكر إني أدش المجال، أول سؤال أسأله كم ميزانيتك؟ وايد مهم، لأن أنت تتكلم عن ميزانية تبدي يعني نقول من 2000 درهم إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية بالفعل، ترى يعني تتكلم عن مبالغ طائلة، فيعتمد أنت شنو تبي بالنهاية. ولكن إذا أنت تبي صور ذات جودة عالية، لا، لازم تاخذ كاميرا ميجا بكسل فيها عالي. اي سؤال ثاني؟ الاستاذ هنا. بعد اذنك عندي سؤالين. السؤال الاول، هل في توصيه معينه بخصوص الايزو حتى وان كان اعتمادنا الاساسي على الفلاش ضبط الإضاءة، لكن هل في يعني هل في ضبط للآيزو مفضل للتصوير أو على حسب العمق مثلا؟ تمام، هذا أول سؤال. تمام، بالنسبة للآيزو اللي هو حساسية الفيلم، عادة أنا أستخدم مع وجود الفلاش ما تعدى 400، من 200 إلى 400 على حسب يعني الفيزيبيليتي، على حسب ظروف الصورة نفسها، ويعتمد على فتحة العدسة والشتر، سرعة الغالق نفسه. ولكن أنا غالباً أستخدم 200 الحساسية مع الفلاش، لأني أنا بحتفظ في اللي هو جودة الصورة العالية، فأظل على 200 هو الأفضل بالنسبة لي. شكراً. طيب السؤال الثاني هو، هل فعلاً
مفضل استخدام الهاوسينج في اعماق يعني، او بمعنى اخر هل من عدم المفضل استخدام الهاوسينج في اعماق بسيطه لان بيبقى الضغط قليل وممكن يسمح بالتسرب، ولا نعم. ولا لا يعني، ولا دي مقوله خطا؟ اي يعتمد بالنسبه للهاوسينج اللي هو الكفر او الكيس الخاص في الكاميرا، يعتمد من على حسب توصيات المصنع. غالبا اغلبهم اليوم كماكسيمم ديب يحطون لك 40، لان ملتزمين مع شركات او المنظمات الغوص، لان الغوص الترفيهي لا يسمح بالنزول اكثر من اللي هو 40 متر، فمتوافقين وياهم انهم يحطون 40. ولكن اليوم لما تنزل في مثلا بعض الهاوزنجات الى اكثر من 40 يوصل وياك الى 60 ل 70، ما في مشكله. يعني انا نزلت بالجو برو الى ال 75 ما كان فيها اي مشكله، بس لدقم دش الداخل، بس ما دش داخل ماي، بس الضغط اي الضغط الازرار دشت لي داخل وهي نقت الكاميرا، بس ما دشها ماي. فهني يعني يعتمد على حسب احتياجك انت كغواص. انا يوم دشيت المجال الغوص التقني اضطريت اني اسوي تحديث على الهاوزنج اللي عندي، في نوع من السبرينج مع الاورنجات لازم تتغير عشان تنزل لغايه 120 متر. فهني اذا كان الهاوزنج يعني البروفيشنال لازم يكون في ابديت او ابجريد تقدر تطور فيه. فبس لا ينصح، انا ما انصح ان واحد يشتري له كاميرا غاليه ويروح يشتري الكيس البلاستيك هذا اللي موجود بالاسواق. بعض الاحيان يقول لك 10 امتار و20 متر وانت تفكر تقول لي انا ماني منها، بنزل مترين او ثلاثه. كاميرتك بالاف الدولارات، تشتري لك كيس الكيس بلاستيك قيمته ب 20 درهم او 50 درهم، بالنهايه راح تفقد الالاف من الدولارات وتسبه كيس ما بالعين شيء. فدائما لا تجازف يقولون لك والله هذا، لا اخذ شيء معتمد، شيء يعني ذو جوده عاليه عشان تحافظ على معداتك التصوير. كنت بسأل على اللي بيصور 4K بالنسبة للفيديو، وبدي يقلب ياخذ صور فوتوغرافية من 4K، هل يعني تم تجريب هذا الشيء؟ وهل كانت الكواليتي يعني مقبولة بالنسبة لأن الواحد ياخذ من 4K؟ تاخذ من الفيديو 4K صورة فوتوغرافية؟ تقدر تاخذ، بس ما راح تاخذ مثل الحجم اللي أنت تتكلم عنه. شوف انا حضرت محاضره حق كريس هذا هو المصور الرسمي لنوتيكا، حضرت له محاضره في ديما شو تقريبا بال 2015. كانوا قاعدين المدراء التسويقيين لاغلب الشركات، وكان على راسهم كانون وسوني لانهم هم الداعمين الرسميين له. ف بأول المحاضرة كان يتكلم عن تصوير الفيديو، فقال لهم هذولا قاصين علينا، قال يأشر عليهم يقول لهم هذولا كانوا يضحكون علينا احنا كمصورين، فقاعد يضحكون لأنه يدرون بالموضوع. فقال لهم ليش قاعد يضحكون علينا؟ قال لأن اليوم أنا كمصور محترف قاعد أصور 4K إنزين، بس ما في تلفزيون 4K. عشان أمنتج 4K أحتاج كمبيوتر بمواصفات جبارة عشان أبدي أسوي أديتنج ومنتج الفوركي. فأنتوا تعطوني تكنولوجيا وما في بالمقابل شيء يدعمها، هذه مشكلة. فكانوا بالفعل كانوا يتكلم عن مشاكل. بالفترة الأخيرة من تقريبا من سنتين بلشوا يطلعون تلفزيونات 4K وما يعطونك الفوركي الأساسي اللي هم يتكلمون عنه. فاليوم في تكنولوجيا قاعد تطلع، بس بالمقابل الشيء اللي يدعم هالتكنولوجيا مو بمتناول الجميع. فهذه نقطة وايد مهمة. فدائما لا تفكر انك تاخذ شيء عالي الجودة انزين وانت ما انت قادر تنفذ
يعني بعد التصوير من قادر تمنتج الفيديو هذا، لان بتقنيه جدا عاليه انت ما تمتلك التقنيه المكمله للتقنيات هذه. فهني لازم تعرف ال 4K الكريس قاعد ياخذ بعض الصور الكابتشر للتوثيق، يستخدمها في اللي هو الاخبار الصحفيه والامور هذه كلها، بس ما في غنى عن التصوير الفوتوغرافي اذا تتكلم عن تصوير فوتوغرافي. Yes. Have you experienced anything that you can consider like a dangerous situation underwater, and how did your team handle it? تمام. If ever there was any. Okay. You said it was safe. تمام. بالنسبة للأمور الخطرة، عادة البحر ما في شغلات خطرة. اليوم يعني من خلال خبرتي في مجال البحر، أنت اللي تعرض نفسك للخطر، مو الكائنات الحية. يعني أنت اللي تحط نفسك في مكان الخطر وليس الكائنات الحية، إلا في بعض الحوادث اللي تكون جدا نادرة. ولكن يعني في استراليا دائما يقول لك في البلو جيلي فيش، هذا من اخطر الكائنات، حتى اخطر من الجريت وايت شارك اللي موجود باستراليا ويشتكون منه. يقول لك لا، البلو جيلي فيش هو الاخطر من الجريت وايت شارك. بس الحل اللي البلو الجيلي فيش جدا سهل، انك تلبس لك بدله تحميك من الجيلي فيش فقط. فانت لازم تعرف الأخطار اللي انت راح تروح لها عشان تعرف تتجنبها. اذا كان في اسماك غرش، ايش الانواع هذه اللي راح تغوص معاها، ومتى يكون السلوك البيهيفير يكون خطر، فانت راح تعرف. احنا في مره بالسودان كنا نازلين، لان كنا قاعد نصور فيلم وثائقي، فالمخرج كان يبي لقطة لتجمع كبير للأسماك القرش، فاضطرينا نجيب علبة ونحط فيها أسماك وننزلها بروحها بحبل، وبعدين احنا ننزل وناخذ اللقطة هذه من بعيد. بس كل ما نقرب يقول لنا لا، بعد قربوا، لغاية ما وصلنا لمسافة ان صرنا مستهدفين من ضمن الطعم. فتغيرت سلوكيات أسماك القرش، ليش؟ لأن احنا تدخلنا فيها. فغالبا يعني دائما احنا اللي نتسبب في اللي هو التغيير السلوك الخاص بالاسماك هذه والخطوره هذه. بس نتكلم على الايديتنج للاندر ووتر فوتوز. نعم. بالمقارنه مع الايديتنج للصور اللي ناخذها نحن اللي هي الوايلد فوتوغرافي او اللاندسكيب، هل في يعني ايديتنج اضافي على هذه الصور، او في شغلات مثلا سبيشال مختلفه كليا عن الايديتنج العادي؟ حلو. بالنسبه للتعديل الصور الاندر ووتر، طبعا انا وايد محترف في تعديل الصور. انا الصوره اذا قعدت فيها 5 دقائق اقطها بالتراش. ما يعني انا استغرب، عندي وايد من الشباب يقعد على الصوره، يعني يقعد يعدل على الصوره تقريبا ياخذ له ساعه الى نص ساعه عشان صوره واحده. ف دائما خل عندك قناعة، إذا كانت صورتك صح، بزاوية صحيحة، بإضاءة صحيحة، بإعدادات صحيحة، أنت راح تحتاج ريتاتش، يعني لمسات بسيطة بالفوتوشوب، كروب بسيط، تعديل في اللايتنج إكسبوجر، ممكن شيء بسيط، تعديل بالألوان الشاربنس، بس ما راح تحتاج أكثر من كذي. هذا إذا أنت إعداداتك صح وإضاءاتك صح. غير كذي انا ما اشتغل وايد على الفوتوشوب. في برامج نزلوها للاندر ووتر، للتصوير تحت الماي، سواء فيديو او فوتوغراف، هي بس مجرد انها تضيف الالوان المفقوده، لان اضاءتك ما عندك اضاءه تحت الماي بس. ولكن انا انصحك اتعب على الاضاءه الصحيحه والاعدادات الصحيحه، بعدها راح ترتاح من اي شيء ثاني. اوتو لا، ما اوتو. والكاميرا اساسا انت اذا وصل الفلاش، الكاميرا راح تقول ان في فلاش، راح تحولها هي بروحها على الفلاش. اذا طفى الفلاش هي بروحها راح تحول على الكلاود.
السيستم هذا اللي بالكاميرا جدا ذكي. يعني اليوم احنا لما ناخذ كمبيوتر الغوص او حتى الكمبيوتر الشخصي، هل انت قاعد تستخدم كل شيء داخل الكمبيوتر؟ هل قاعد تستخدم كل المواصفات اللي داخل الكاميرا؟ فيها مواصفات كثيرة، هي عبارة عن كمبيوتر. انت تختار او تاخذ اللي انت تحتاجه، وكثر ما تتعلم وكثر ما تبحث راح تلقى نفسك انك راح قاعد تدش في الاوبشن جديد بكاميرا يمكن صار لها 5-6 سنين عندك، بس انت اول مره تعرف ان فيها هالاوبشن هذا. المايك. سؤالي هو اول شيء شكرا وما قصرت، الله يجزيك خير. متى بنغوص وياك؟ ان شاء الله الغوص وياي، والله انا اتشرف. والله أنا ودي يكون في تطبيق عملي ان شاء الله بالمستقبل، اذا هذا نرتب لنا رحله جيبوتي. حاضر حاضر، انا ارتبها لكم جيبوتي. الجيبوتي وايد جميله، فاذا تبون نرتبها شهر 12 القادم ان شاء الله نرتبها من الحين. اعطوني اعدادكم ومتى الاوقات اللي حابين نروح لها، يعني هي الفتره اسبوع، فشوفوا الوقت وان شاء الله ان شاء الله نطلع نصور ويا بعض ويا الحيتان. جيبوتي راح تشوف الويل شارك والبلاك تيب والوايت تيب. لا السنه هذه شهر 12 الجاي، شهر 12 الجاي ان شاء الله ان شاء الله. استاذي عندي سؤال بخصوص العده والتكاليف اللي نتكلفها في شراء المعدات وكذا. نعم. شو تنصح ان واحد يعني ممكن يستفيد من هالهوايه؟ يعني ممكن واحد يطور الهوايه هاي ويكون لها عائد، شو المجال اللي ممكن يبدا فيه او كيف ممكن واحد يستفيد من الشغله؟ نعم، بالنسبه للهوايه هذه اذا انت داشها كهوايه وما عندك اي تخطيط انها تكون لها عائد او انك تبي يكون لها عائد، اول شيء لازم تعرف المجالات الهوايه هذه او مجال التخصص هذا ومنو الجهات المستهدفه بالنسبه لك انت كمصور. اول شيء عندك شركات السفن، نقل السفن الكبيره العملاقه هذه على حسب الموانئ اللي عندك. مثلا تروح ميناء جبل علي هناك تقول لهم انا مصور تحت الماي، وتعطي وتسوي لك سي في، لابد انه يكون عندك سي في في مجال التصوير هذا، وتقدمه تقول لهم انا مصور. اذا احتجتوا اي شيء قسم الغواصين او قسم المينتنس الصيانه تقول لهم انا مثلا مصور واحتاج ان اذا تحتاجون مصور انا هذا رقمي واكون على كونتاكت معاكم، يعني تواصل. في المنظمات البحثيه، الجامعات، المعاهد، المؤسسات البيئيه، هذه كلها تحتاج مصورين، فهم لازم تروح تشوف تقعد معاهم تشوف شنو احتياجاتهم وشنو اللي تقدر انت تقدمه لهم. هذا هم جانب ثاني. الجانب الثالث عندك المجلات التصوير، هذه وايد مهمه. السوشيال ميديا وايد مهم، يعني انا يوم اشتغلت مع البي بي سي توصلوا لي عن طريق الفيسبوك، اللي كانوا يبحثون عن غواص يتكلم عربي ويجيد الغوص وعنده خبره في المجال الغوص، ويوم لقوني بعد مصور قالوا يلا تعال ويانا نبيك. فهني ليش؟ لانك انت تكون نشط بالسوشيال ميديا، بالفيسبوك خاصه. انستغرام ترى على مستوى الوطن العربي اوكي، بس اذا تبي على المستوى العالمي لا، روح على الفيسبوك، مو سناب شات ولا هذا، لا زال الفيسبوك هو منصة كبيرة للتواصل، بالإضافة أنها تكون عالمية أكثر. يعني أنا وايد ناس قاعد أطلع رحلات وياهم أجانب مصورين عالميين، لما تقول له الانستغرام يقول لك شنو هذا، ما يعرف شنو انستغرام. تقول له فيسبوك يقول لك إيه أنا موجود على الفيسبوك. وفي كثير من الناس الأكاديميين حتى إيميل يمكن يبطله مرة بالأسبوع، ايميله يبطله مره باسبوع اذا مو مخليه عند السكرتيره تبطله تشوف تشيك على الايميلات وهذا. فناس
يكونون مهتمين في المجال هذا، ولكن لاهي في كثير من الـ 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 الشغل والدراسات وهذا، فما ينظر إلى الجوانب هذه. عنده تيم ثاني، فريق ثاني ينظر له، ينظر يبحث عن الشغلات اللي هو يبيها. عندي سؤال شخصي. نعم. أشوفك مايل للتصوير الوايد أكثر من الماكرو، هو لأن توثيقي ولا لأن اهتماماتك هي وايد؟ لا، عندي وايد مايكرو، بس الوايد أنا أحبه أكثر، خاصة أن أغلب الكائنات الحية اللي تعامل وياها كلها كبيرة، ويل شارك، الحوت عنبر، والحين إن شاء الله على الفترة القادمة إن شاء الله راح أروح حق الحوت الأحدب. يعني هذه الشغلات اللي أكثر بالنسبة لي اهتمام، خاصة أنها كبيرة ومهددة بالانقراض. أخي العزيز كابتن حسين، شكرا جزيلا على المعلومات، شخصيا أنا استفدت منها جدا، شكرا جزيلا لكل الحضور، وتفضلوا معنا ناخذ جروب فوتو برا في الريسبشن، ما تنسوا تاخذوا شهاداتكم. أهلا وسهلا، وتحية كبيرة جدا للكابتن، شكرا جزيلا، ونتمنى نغوص معك إن شاء الله. أنا أول شيء أشكركم، أشكر تنظيمكم الطيب في جائزة حمدان، ما شاء الله مكان جدا راقي، وأشكر نيكون سكول على التنظيم الرائع كذلك. ونيكون سكول أنا أعتبرها يعني العائلة الخاصة فيني تحت الماي، خصوصا أن يعني العمر من 91 أنا يعني أستخدم الكاميرات النيكون، فللأمانة يعني مو مجاملة ولا يعني مدح يعني بغير مكانه، ولكن من خلال خبرتي لم أشاهد خدمة أو ما حصلت خدمة مثل خدمة الكاميرات النيكون، سواء بالسيرفس، في المين، بالأسعار، في كثير من الأمور التقنية. لما ترجع للشركة أو الشخص المسؤول يكونون كلهم يعني صدر رحب لك، ويجاوبون على كل أسئلتك، ويحاولون أن يقدمون لك كثر ما تقدر الأمور اللي أنت تحتاجها. فشكراً لجائزة حمدان، وشكراً لنيكون سكول، مشكورين، وشكراً للحضور، شكراً لكم كلكم، مشكورين، ما قصرتوا، وإن شاء الله أكون أضفت لكم إن شاء الله يوم شيء من المعلومات للتصوير تحت الماء. شكراً، يلا يلا.